السلام عليكم شباب، اصدقائي وطلابي، طلاب سنه رابعه كل الاقسام. مساء الفل عليكم جميعا يا شباب. يا رب كده كل الناس تكون بخير واوضاعنا كلها تكون زي الفل، ونرجع بقى تاني يا صديقي نكمل مع بعض سلسله فيديوهات ماده الانسان والبيئه بتاعتنا. في البدايه يا شباب بندي لك كده زي شويه معلومات بسيطه، لان في الوقت اللي انا بسجل لحضرتك فيه الفيديو ده الكليه خلاص خلصت المنهج. ايوه بالظبط كده زي ما انت سمعت، الكليه خلاص خلصت المنهج بتاعها، ودي حاجه كويسه. دي حاجة كويسة ان احنا نبدأ بقى نركز في المادة بتاعتنا، نبدأ ننجز الفيديوهات بتاعتنا في اسرع وقت ممكن طبعا، عشان نبقى احنا كده قفلنا اول مادة. ماشي، بص بقى صديقي معايا، لو تاخد بالك ان انا في بداية شغلنا مع بعض بعد الميد تيرم كانت في فيديوهات كتير بتنزل ورا بعض، بارتات كتير بتنزل ورا بعض برضو في مادة الانسان والبيئة، تمام؟ بعدين ريحنا شويه، بعدين بدأنا نمسك مادة الاوتشي برضو كذلك نفس الكلام، انجزنا فيها جزء كويس. يعني تقدر انت كده تستنتج ان السياسه اللي انا ماشي بيها ان انا بمسك كل ماده اقطع فيها شوط كبير جدا، شوط محترم، بعدين ابدا امسك ماده تانية برضو انجز فيها شوط محترم، بعدين ارجع امسك الماده التانية وهكذا. ماشي، بحيث نبقى احنا كده يعني بننجز الماده مش على مراحل، لا احنا بننجزها مره واحده، اوكي؟ او شغلنا يعني بيخلص مره واحده. فانا شايف ان الطريقه دي طريقه منجزه جدا، تمام؟ وهتشوف هي ازاي منجزه لما استعرض معاك دلوقتي الجزء البسيط اللي فاضل لنا في منهج الانسان والبيئه، اوكي كده؟ تمام جدا. بص بقى صديقي معايا، اول خبر حلو يعني انا حابب ان انا ابدا الفيديو ده معاك فيه، بقول لك ان شباب منهج بيفور ميد تيرم كانسلد. يعني ايه يا كرم منهج بيفور ميد تيرم كانسلد؟ يعني يا صديقي الثلاث محاضرات اللي كانوا علينا في منهج قبل الميد تيرم خلاص، كل سنه وانت طيب، دول مش داخلين معانا بالفعل في امتحان الفاينل، تمام؟ اول ثلاث محاضرات اللي احنا امتحناهم في امتحان الميد تيرم هم مش داخلين معانا في امتحان الفاينل، وده طبعا خبر حلو جدا، لان 10 محاضرات يدخلوا في امتحان الفاينل دي كانت هتبقى مصيبه، بس الحمد لله يعني. يبقى احنا كده يا صديقي علينا في المنهج بتاع افتر ميد تيرم بيولوجيك، يعني زي ما انا كنت قايل لك قبل كده احنا عندنا 10 محاضرات دخل منهم 3 في منهج قبل الميد تيرم في امتحان الميد تيرم، اوكي كده؟ يبقى انا بالعقل والمنطق فاضل لي من المحاضره رقم كام للمحاضره رقم كام؟ بالعقل كده يا معلم يبقى انا فاضل لي من المحاضره رقم 4 للمحاضره رقم 10، دول يا صديقي منهج الفاينل بتاعنا. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب احنا يا شباب انجزنا من الكم ده قد ايه؟ من المحاضره الرابعه للمحاضره العاشره احنا انجزنا كم قد ايه؟ بكل بساطه احنا يا معلم اخدنا المحاضره الرابعه وخلصناها، والمحاضره الخامسه وخلصناها، اوكي كده؟ والمحاضره السادسه وخلصناها، واديني اهو دلوقتي شغال مع حضرتك في المحاضره السابعه، يعني اللي انا هشرحها دلوقتي دي المحاضره رقم 7، تمام؟ بمجرد ما انا اخلصها يا شباب يبقى انا كده فاضل لي كام محاضره، وابقى انا كمان خلصت المنهج فاضل لي 3 محاضرات، اوكي كده؟ تمام، اللي هم المحاضره الثامنه والتاسعه والعاشره. خلصت الثلاث محاضرات دول يبقى انا كده خلاص خلصت المنهج بتاعي، اوكي؟ والثلاث محاضرات دول يا شباب مش هيتاخروا عليك خالص، هم هينزلوا لك ورا بعض، تمام؟ يعني المحاضرة السابعة دي هتنزل لك، هتلاقي بعدها على طول المحاضرة الثامنة ثم التاسعة ثم العاشرة، ماشي؟ بما ان انا يعني بحمدك يا رب قاطع شوط محترم جدا في مادة الاوتشي، فهبدأ اوجه اهتمامي بقى ناحية مادة الانسان والبيئة عشان هي كمان تنجز وعشان تخلص معانا، ماشي يا شباب؟ ده كده بالنسبة لأول معلومات عندنا المتعلقة بالمنهج أو المتعلقة بالتقسيمة بتاعة المنهج بتاعنا قبل الميد تيرم وبعد الميد تيرم. حلو الكلام، حلو الكلام. بص بقى معلم، الامتحان بتاعك هيبقى شكله كالتالي، امتحانك هيبقى ام سي كيو، تمام؟ وامتحانك هيبقى ترو اور فولس. حلو الكلام كده، تمام. مش هيجي ماتشنج، واصلا السنه اللي فاتت امتحان الفاينل بتاعه ما كانش عندهم ماتشنج، تمام؟ فانت هيبقى ام سي كيو ترو فولس بس، تمام. الدكتوره يا شباب برضو قالت ان امتحان الميد تيرم كان من 40 مش من 25 زي ما هو ظهر على موقع الكليه.
طب حد هيقول لي يا عم طب انا جايب مثلا 24 يبقى انا كده جايب 24 من 40؟ لا طبعا. الدكتوره قالت ان اللي حصل على موقع الكليه ده هيتعدل، والنتائج بتاعت الماده بتاعتها هتتعدل، تمام؟ يعني مثلا اللي جايب 24 فطبيعي جدا ان لو كان الامتحان من 25 فهو كده فاضل له كام درجه ويقفل؟ فاضل له درجه، اوكي؟ تمام؟ ده لو كان الامتحان من 25 بتاع الميد تيرم. طب لما النتيجه تتعدل فانا هلاقي نفسي جايب كام؟ هتلاقي نفسك جايب 39. فهمت الفكره ازاي؟ طب اللي كان جايب 23 من 25 على اساس ان الامتحان بقى من 25، لما تتعدل هيلاقي نفسه جايب 38. اوكي كده يا شباب، دي معلومه الدكتوره بنفسها هي اللي قالتها. ماشي. طب بما ان امتحان الميد تيرم يا شباب هيبقى من 40، فمنطقي جدا يبقى امتحان الفاينل عندنا من كام؟ يبقى يا صديقي امتحان الفاينل عندنا هيبقى من 60. اوكي كده؟ ال 60 دول متوزعين اسئله ام سي كيو واسئله ترو والفولس. في اي كعبله يا شباب؟ ده كده يا شباب بالنسبه للتفصيله بتاعه الامتحان عندنا او التقسيمه بتاعه المنهج يعني. اسمح لي بقى اقول لك يلا بينا نبدا وتعالى نخش في المحتوى بتاع المحاضره رقم 7 عندنا. طب تعالى بس، تعالى تعالى. بص بقى صديقي معايا، كالعادة وزي ما انا دايما معودك ان كل محاضرة يا شباب بنتكلم على موضوع بيئي منفصل. يعني مثلا كان عندنا محاضرة بنتكلم على البوليوشن، تمام؟ شرحنا يعني ايه تلوث هواء، اسباب تلوث الهواء، مصادر تلوث الهواء، اساليب اللي احنا ممكن نتبعها عشان نقلل من نسبة تلوث الهواء، تمام؟ بعدين دخلنا في موضوع تاني، المحاضرة اللي بعدها كان موضوع الجلوبال وورمنج او الاحتباس الحراري، وايه اثر الاحتباس الحراري على التغيرات المناخيه وهكذا، يعني برضه اتكلمنا على الموضوع ده بالتفصيل، تمام؟ وجينا اهو دلوقتي بنتكلم مع بعض في موضوع مختلف تماما، يبقى كل محاضره بتتناول موضوع معين مختلف عن موضوع المحاضره اللي قبلها. اوكي كده؟ تمام جدا. فكره المحاضره دي انا اتفقت معاك ان انا بتعامل في الماده دي بالمحاضره مش بالشابتر، تمام؟ بتكلم معاك على موضوع المخلفات. يعني ايه يا فندم مخلفات؟ يعني الكمامة، تمام؟ يعني الزبالة. اوكي كده؟ فانا يا صديقي هات بقى ظهر الورق وابدأ لخص واكتب معايا عشان اديلك المفاتيح اللي احنا هتخلينا ننجز اكبر عدد ممكن من الصفحات، لان خلي بالك المحاضرة دي كبيرة، والمحاضرة دي انا مقسمها على بارتين عشان هي كبيرة بس كلامها مش صعب، يعني هي ككم فيها كلام كتير بس ككيف انا بالفعل يا صديقي بدي لك المفاتيح اللي بتخلينا ندخل نخلص على طول. بص بقى، بتكلم هنا على المخلفات اللي هي الكمامه اللي هي الزباله، ماشي؟ في ناس بتسميها وست مخلفات، في ناس تانية بتسميها تراش. تراش يعني الكمامه، ماشي كده؟ يبقى اختلفت المصطلحات، في ناس بتسميها مخلفات اللي هي وست، في ناس تانية بتسميها الكمامة أو الزبالة اللي هي تراش. أوكي كده؟ تمام جدا. طيب أنا يا شباب عندي المخلفات أنواع كتير، ودي حاجة إحنا أصلاً بنشوفها في حياتنا وإحنا ماشيين في الشارع في المناطق اللي هي مثلاً بتلاقي فيها أكوام كده من الزبالة سوري أو أكوام من الكمامة، تمام؟ فإحنا بنلاحظ إن المخلفات هي مش نوع واحد، ماشي؟ في عندي مثلاً مخلفات طعام، أوكي؟ ودي اسمها فود وست، المخلفات بتاعت الطعام بتاعتنا. يعني مثلا ماما عملت رز وبزله، ماشي؟ على فكره انا احب البزله قوي والله العظيم احب البزله. المهم ماما عملت رز وبزله، ففي شويه بزله وفي شويه رز اتبقى. ماما عاوزه تغسل الحله او تغسل الطاسه اللي هي كانت بتعمل فيها الاكل، تمام؟ فطبيعي جدا ان هي هتاخد مخلفات الطعام او بقايا الطعام وهترميها في الباسكت، صح كده؟ ده يعتبر جزء من المخلفات اللي هي مخلفات بقايا الطعام، تمام؟ في كمان عندنا مخلفات تانية بتبقى على شكل معادن. يعني ايه معادن؟ يعني البزلة يحب ان هي يكون جنبها كنز، صح كده؟ تمام. اهي الكنزية دي تعتبر مخلفات برضو، صح؟ بس مخلفات معدن. حلو جدا. في برضو يا شباب عندنا نوع اخر من المخلفات اللي هو البيبر، الورق. حضرتك بعد انتهاء السنة الدراسية، تمام؟ فانت عاوز بقى تنظف المكتب بتاعك بقى، فقمت جايب الورق اللي انت بتذاكر منه وقمت رميه في الباسكت. طب ما ده كده يعتبر برضه مخلفات ولكن على شكل ورق. حلو، تمام جدا.
عندنا برضو يا شباب المخلفات ممكن يكون منها الجلاسز الازاز. يعني ايه ازاز؟ يعني بكل بساطة مثلا كده كوباية اتكسرت ماشي، مثلا اللي هو الازاز بتاع الشباك اتكسر ماشي، مثلا باب الاوضه، لو احنا عندنا باب الاوضه ازاز وانت بتهبد الباب ففي لوح ازاز اتكسر، طب ما ده برضو يعتبر مخلفات معايا كده. عندنا برضو من ضمن المخلفات هي البلاستيك. البلاستيك يعني مثلا زي ازايز المايه المعدنيه، طب ما دي بلاستيك، زي الازايز اللي هي بتاعه الحاجه الساقعه اللتر والاتنين لتر، طب ما دي برضو تعتبر بلاستيك. تمام. عندنا برضو يا شباب من ضمن المخلفات الالكترونيك ديفايز، اللي هي الاجهزه الالكترونيه المنزليه. طب في مصر بقى احنا بنعمل ايه؟ في مصر يا صديقي مثلا كده بتيجي في الكريسماس، في الكريسماس اللي احنا داخلين عليه خلاص، فتلاقي واحد مثلا عنده تلفزيون قديم بالتلفزيونات اللي هي ليها ظهر، تمام؟ يعني حاجه كده قديمه، والتلفزيون ده مش شغال ومش هيتصلح، فيقوم واخد التلفزيون ويقوم يميم الشباك ماشي، اللي هو الاحتفال المتخلف اللي احنا بنحتفل بيه ده. تمام. طب ما ده كده اجهزه منزليه اهي واجهزه الكترونيه، ولكن اتصنفت على انها مخلفات، بس من انهي نوع؟ يعني من نوع مخلفات الاجهزه. ماشي كده يا شباب؟ تمام جدا. ده بالنسبه لانواع المخلفات كلها. حلو الكلام يا صديقي، حلو الكلام جدا. ماشي، فاحنا بقى معلم مش هناخد كل دول في المحاضره السابعه، بمعنى يعني المحاضرة السابعة بتتناول مواضيع معينة من المخلفات، اللي هي ايه؟ اللي هي أول حاجة وأطول واحدة الفود ووست. يبقى أنا في المحاضرة السابعة بتكلم معاك على الفود ووست، مخلفات بقايا الطعام، ماشي كده؟ تمام. وبتكلم معاك على الميتال اللي هي مخلفات المعادن، وبتكلم معاك على البيبر، وبتكلم معاك على الإزاز. 1 2 3 4 اوكي. دول يا شباب الاربع مواضيع اللي انا هتكلم معاك فيهم هم محتوى المحاضره السابعه. تمام. طب باقي المواضيع يا كرم محتوى المحاضره الثامنه. يعني المحاضره الثامنه بتكلم على البلاستيك، بتكلم على الاجهزه المنزليه. في لحد كده يا اصدقائي حاجه صعبه؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ صنفت لك محتوى المحاضره السابعه والمحاضره الثامنه. المحاضره السابعه بيتكلم على بقايا الطعام، بيتكلم على بقايا المعادن او مخلفات المعادن، بيتكلم على مخلفات الورق معايا كده، بيتكلم على مخلفات الازاز. دول يا صديقي المواضيع اللي احنا نتكلم عنهم في المحاضره السابعه. تمام. كل واحده من دول يا شباب، كل واحده من دول بتكلم على الاثر السلبي بتاعها وازاي نعالجه. يعني مثلا انا دلوقتي بقول لك بقايا الطعام نتخلص منها ازاي، او احنا بنتخلص منها ازاي بالشكل الخاطئ. بالشكل الخاطئ ان احنا مثلا بندفنها في الارض بينتج عنها غاز الميثان، يعني لسه ما شرحتش حاجه. بالشكل الخاطئ بنلاقي ناس متخلفين بيحرقوا الزباله، صح ولا لا؟ طب ما هم كده بيلوثوا الجو. يبقى ده الاثر السلبي اللي احنا بنتبعه في التخلص من بقايا الطعام مثلا. طب احنا ازاي نعالج المشكلة دي؟ نعمل لها اعادة تدوير، نعمل لها ريسايكلينج. يبقى انا في كل بوينت بتكلم على الاثر السلبي او الطريقة الخاطئة، او الطريقة الخاطئة في التخلص من المخلفات. كل بوينت بقى بمسكها اتكلم عنها من الحتة دي. طيب ازاي احنا نعالج الاثر السلبي ده؟ ريسايكلينج، نعمل إعادة تدوير. بنتكلم بقى على إعادة التدوير بالتفصيل. في لحد كده حاجة صعبة؟ يبقى أنا بمسك كل بوينت. يا عم الحاج أنت إزاي بتتخلص من بقايا الطعام بالشكل الخطأ؟ أنا بحرقها، أنا بدفنها، أنا برميها. تمام؟ طب لا يا عم اللي أنت بتعمله ده غلط، حرام عليك البيئة. طب الناحية التانية أنت المفروض إزاي نتخلص من بقايا الطعام؟ إن إحنا نعمل لها ريسايكل. نفس الفكرة بقى. طب المعادن ازاي نستفاد منها؟ تمام؟ بدل مثلا ما ندفنها في باطن الارض، بدل ما نحلقها نعمل لها ريسايكلينج. طب قول لي ايه هي خطوات الريسايكلينج؟ فدي يا صديقي الفكره كلها بتاعه المحاضره السابعه. تمام؟ في المحاضره الثامنه نفس القصه، اتكلم على البلاستيك، اتكلم على مثلا على اعاده تدريب الاجهزه، ويبقى احنا كده خلصنا المحاضره السابعه والثامنه مع بعض، هم مكملين لبعض. تمام؟ بدليل ان انا هنا شرحت لك
ايه هي الحاجات اللي انا اخدها؟ بقايا الطعام، اعادة تدويب المعادن، اعادة تدويب الورق، اعادة تدويب الازاز. في لحد كده حاجة صعبة؟ تمام، نخش بقى في الموضوع على طول. خلاص يعني انت كده فهمت بالفعل الدنيا ماشية ازاي. تمام. طيب معلومة برضو ليك يا شباب، ان قبل ما ندخل يعني نبدأ بقى نشتغل من البطاط بتاعتنا، الشابتر ده فيه اسئلة ترو والفولس كتير. يعني الشابتر ده يا شباب مليء بأسئلة الترو والفولس، في جزئيات كتيرة جدا انا مراهن عليها ان هي جاية لك في الامتحان على شكل سؤال ترو والفولس. بس انا مش ملخبطك، السؤال اللي انا حاسس ان هو هيجي لك على شكل سؤال ترو والفولس كاتب لك جنبه ترو والفولس. مجموعة اسئلة انا حاسس ان هي موضع سؤال ترو والفولس فكاتب لك some important notes for true or false questions. يعني شغلنا منظم جدا، ماشي كده؟ تمام. اول معلومة بيكلمني على مشكلة المخلفات. بص يا صديقي، بالعقل والمنطق كده، في معلومة انا كنت مثبتها معاك اصلا من المحاضرات اللي قبل كده، قلت لك كل ما التعداد السكاني بيزيد كل ما المخلفات اللي بتنتج عنهم بتزيد. معايا كده؟ تمام. اول معلومة بيقول لك garbage يعني الكمامة is one of the biggest problem in the world since the world population is increasing. بكل بساطة على شكل equation، كل ما ال population بيزيد نتيجة منطقية يا شباب ايه اللي بيحصل؟ ال garbage يعني المخلفات والكمامة اللي بتصدر عن تعداد السكان دي بتزيد. لما يكون تعدادنا مليون غير لما يكون تعدادنا 5-6 مليون، فطبيعي جدا جدا كل ما التعداد السكاني بيزيد كل ما نسبة المخلفات الصادرة عن التعداد السكاني ده هي كمان بتزيد. اوكي كده؟ اول معلومة انا اصلا قايلها قبل كده. ماشي. معلومة اللي بعدها بقول لك طب ايه هو الحل؟ ازاي يا شباب نتخلص من البقايا بتاعة الطعام؟ بكل بساطة يا شباب الحل في الريسايكلينج. يبقى الريسايكلينج هو الحل. تمام. لو انت يا شباب رحت كارفور، يعني لو انت رحت كارفور بتلاقوا كده في المول بتاع كارفور بتلاقوا باسكت، ماشي؟ الباسكت ده بيبقى مصنف في مثلا 3 فتحات، يقول لك ده للكرتون وده للورق وده للبلاستيك وده للمعدن. تمام. كارفور بياخد المخلفات دي بيبيعها للمصانع اللي بتستفاد منها. يعني مثلا يا شباب زي ما هو موضح كده عندك، ده مثلا البوكس بتاع الورق وده البوكس بتاع الازاز وده البوكس بتاع الحاجات العضوية زي بقايا الاكل وده البوكس بتاع البلاستيك، ماشي كده؟ كارفور بياخد البوكسات دي كلها، مثلا البوكس بتاع الورق بيبيعه المصنع ورق، ماشي كده؟ البوكس اللي فيه مثلا معدن بيبيعه المصانع متخصصة في اعادة تدوير المعدن. يبقى مشكلة الكمامة في الريسايكلينج، ماشي كده؟ تمام. معلومة اللي بعدها بقول لك organic waste processing، تكلم على المخلفات العضوية اللي من ضمنها مخلفات الطعام. بص بقى، many tons of food waste is produced per day. بقول لك اطنان من بقايا الطعام بتصدر يوميا. معروفة يا شباب ايه اكتر حاجة مستهلكة وحجم استهلاكها عالي؟ الاكل والشرب، صح كده؟ تمام. يبقى احنا طبيعي اكتر مخلفات عندنا هي مخلفات الاكل والشرب. حلو الكلام. بيقول لك ايه بقى تاني؟ بيقول لك ان مخلفات الطعام نسبتها تلت المخلفات. يعني ايه يا فندم تلت المخلفات؟ يعني انا عندي مخلفات بقايا طعام وعندي مخلفات معدن وعندي مخلفات مثلا عبارة عن بلاستيك وعندي مخلفات عبارة عن ازاز. اوكي كده؟ مخلفات الطعام نسبتها 1/3، نسبتها تلت من مقارنة بباقي المخلفات. اوكي؟ يعني احنا اكتر حاجة عندنا مستهلكة هو الاكل والشرب، صح كده؟ يبقى اعلى حاجة من حيث نسبة المخلفات ايه؟ الاكل والشرب، ماشي؟ طيب دلوقتي يا كرم انت قلت لنا ان احنا عندنا اكتر من نوع من المخلفات، ماشي؟ اهو يعني بالظبط كده زي ما انا عامل، عندي الفود ووست وعندي الميتل وعندي البيبر وعندي الازاز وعندي البلاستيك. قال لك الفود ووست نسبته 1/3، ماشي؟
يعني مخلفات بقايا الطعام نسبتها مقارنة بباقي المخلفات نسبتها التلت 1/3. اوكي كده تمام نكمل. بقول لك هنا the organic waste component of landfill is broken down by microorganism type. دي الطريقة الخاطئة في التخلص من المخلفات. يعني ايه يا معلم؟ هقول لك كل حاجة. يعني يا شباب قبل موضوع الريسايكلينج، يعني الريسايكلينج ده مش موجود، مش موجود خالص زمان، كانوا بيتخلصوا ازاي في المخلفات دي؟ بيتعاملوا ازاي في مخلفات بقايا الطعام؟ بكل بساطة بياخدوا مخلفات بقايا الطعام دول، حلو الكلام، بيدفنوها في أرض، في أرض مثلا في الصحراء، تمام؟ في أرض مثلا في منطقة مفيش فيها سكان ولا في فيها خدمات، ويبقى بالنسبة لهم هم كده خلاص اتخلصوا من مخلفات بقايا الطعام. الكلام ده امتى؟ قبل الريسايكلينج. طب هل يا عم الحاج الكلام ده صح؟ لا طبعا الكلام ده مش صح. ليه مش صح؟ هقول لحضرتك ليه. يبقى احنا ممكن نكتب هنا ان هم زمان بيتخلصوا من مخلفات الطعام ازاي قبل الريسايكلينج. بقى بقول لك هنا بكل بساطه broken down، broken down in landfill، بياخدوا مخلفات بقايا الطعام دي يا شباب وكانوا بيدفنوها تحت الارض، يعني مثلا في صحراء في منطقه ما فيش فيها خدمات بيدفنوا بقايا الطعام دي. طب هل ده صح ولا غلط؟ طبعا ده غلط جدا. تمام ليه غلط؟ عشان اولا انت كده بتقلل من مساحه الارض، صح كده؟ او بمعنى اخر انت كده بتهدر موارد الارض. يعني الارض دي طب ما انا ممكن ازرعها، صح ولا لا؟ طب ما انا ممكن مثلا اعمل عليها وليكن مدينه سكنيه، طب ما انا ممكن استفاد منها في اي حاجه. فانت كده بتهدر مورد مهم الا وهو مورد الارض، تمام؟ فانت كده بتقلل من موارد الارض، تمام؟ ما انت موارد الارض بدل ما تزرعها او تعملها مثلا وليكن حديقه عشان الاشجار فتقلل من نسبه السي او 2 ثاني اكسيد الكربون، او ان انت تعمل منها مثلا مزرعه، او ان انت تعملها مثلا كومباوند سكني، يعني اي استفاده بقى، لا انت بقيت بتدفن فيها مخلفات، فانت كده عملت اهدار للارض. دي كده اول حاجه. الحاجه الثانيه يا شباب بقول لك ان انت فكره ان انت بتدفن مخلفات بقايا طعام تحت الارض، انت كده بتدي فرصه للبكتيريا ان هي تنتشر. ما هو بالعقل، يعني ما هو لما انا ادفن اكل تحت الارض ما اكيد هيكون في بكتيريا، صح ولا لا؟ يا راجل ده لو انت عندك في البيت الباسكت بتاع الزباله اتملى شويه انت ممكن تلاقي صرصار، طب ما بالك ان انت بتدفن تحت الارض، يعني في مكان اصلا مقفول، فالطبيعي ان البكتيريا بتاعت الطعام هتشتغل، تمام؟ وهيبدا الطعام ده هيتحلل، ما هي البكتيريا هتيجي على الطعام فبالتالي هتاكله وهتحلله، ماشي؟ فلما الطعام ده يا شباب يتحلل بيقول لي هينتج عنه ماده سائله، يعني ليكويد، يعني اسمها ليتشي. لما الطعام ده يا شباب بيتحلل هينتج عنها ماده سائله اسمها ليتشي، تمام؟ ابسطها لك اكتر. ساعات كده اي شاب فبيكون لسه نازل فتلاقي الحاجه بتقول لك خد كيس الزباله ده، فانت تاخد كيس الزباله تلاقي ان كيس الزباله بينزل ميه، ماشي، او كيس الزباله بيخر ميه، فانت دماغك تبدا تقول لك طب يعني هو ايه اللي خلى كيس الزباله يشرب ميه؟ اقول لك انا بقى ليه. عشان يا شباب معنى كده ان كيس الزباله ده بقاله مده، بقاله يومين، بقاله 3 ايام، تمام؟ فبالتالي بقايا الطعام بدات تتحلل، تمام؟ بواسطه ايه؟ بواسطه البكتيريا. فلما بدات تتحلل اتحولت لماده سائله، بقى في ماده سائله. فلو انت ماسك كيس الزباله ولقيت فيه ان في ميه بتنزل، خليك عارف ان كيس الزباله ده بقاله كام يوم. دي برضه معلومه حصري لاخواتي، يبقى كده كيس الزباله ده بقاله كام يوم. اوكي تمام. طب نفس الكلام بقى لو انا جبت مخلفات الطعام ودفنتها تحت الارض، ماشي كده، ايه اللي هيحصل بعد مده؟ اللي هيحصل ان البكتيريا هتبدا تمسك بقايا الطعام دي وتحللها، ولما تحللها هيصدر الماده السائله اللي اسمها ليتشي، تمام؟ الماده السائله دي يا شباب هتكون موجوده فين؟ تحت الارض، ماشي. فلو الارض دي قريبه من اي ووتر ريسورسز، يعني مثلا لو الارض اللي انت دفنت فيها مخلفات بقايا الطعام دي لو هي قريبه من مجرى مائي، من نهر،
من بحيره، من مياه جوفيه، من بحر. الماده السائله الملوثه دي هتفضل ماشيه 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 لحد ما تنزل فين؟ في المجرى المائي اللي هو قد يكون نهر او بحر او بحيره او اي مجرى مائي بقى. في الحاله اللي زي دي لو الماده السائله الصادره عن مخلفات بقايا الطعام لو وصلت لبحر، طب ما هي كده هتضر الثروه السمكيه، صح ولا لا؟ ولو وصلت لنهر المصيبه تبقى اكبر واكبر، ما احنا بنشرب من الميه دي، ماشي؟ فبالتالي يبقى كده الناس هيجي لها امراض فشل كلوي وهيجي لها امراض معويه بسبب ان هي شربت ميه ملوثه، اوكي. ولو وصلت لمصدر مياه جوفيه، طب ما في يا عم الحاج نباتات بتتغذى على المياه الجوفيه، صح ولا لا؟ فكده النبات هيموت عشان وصل له ميه مش نظيفه، وصل له ميه ملوثه. ميه مياه جوفيه اختلطت بيه السائل بتاع مخلفات بقايا الطعام. في لحد كده شايف حاجه صعبه؟ تمام. يبقى لو احنا دفننا تحت الارض المخلفات دي هتصدر الماده السائله دي، اوكي؟ الماده السائله دي هتفضل ماشيه ماشيه ماشيه. لو هي قريبه من مجرى مائي هيحصل زي ما انا بقول لك كده. لو قريبه من مياه جوفيه في نباتات بتتغذى على المياه الجوفيه. في الحاله اللي زي دي النبات هيطلع تعبان، هيطلع نبات مسرطن بمعنى اصح، تمام؟ لو قريبه من بحر فكده انت بتضر الثروه السمكيه. لو قريبه من نهر ما احنا بنشرب يا باشا الميه دي. حلو الكلام؟ تمام. ده كده حل، وحل طبعا غلط. ماشي. الحل الثاني يا شباب ان احنا بناخد المخلفات دي وبنحرقها. الله يا باشا، طب ما انت بتحرق الزباله زي ما احنا بنشوف دايما كده في المناطق الشعبيه تلاقيهم بيولعوا في الزباله. طب يا باشا انت ولعت في الزباله، صح كده؟ طب ما انت كده زودت نسبه السي او 2، صح؟ وزودت نسبه غاز الميثان. يعني انت كده برضو ضريت البيئه، يعني فانت ما حلتش حاجه، انت ما تخلصتش من المشكله. ده انت عالجت المشكله بكارثه. انت واخد بالك ازاي؟ فدي يا شباب الطريقه اللي احنا كنا بنتعامل بيها مع مخلفات بقايا الطعام، يعني بالبلدي كده قبل ظهور حاجه اسمها ريسايكل. ماشي؟ تعال نكمل. تعال. مش بقول لك هنا The organic waste component of landfill is broken down by microorganisms to form a liquid leachy which contain bacteria. نفس الكلام اللي انا قلته بالظبط، تمام؟ قال لك ان الماده اللي هي ليتش دي بتصدر نتيجه ان البكتيريا بتحلل بقايا الطعام. تعال نكمل. مش معلومه اللي بعدها يا شباب، بقول لك نفس الكلام بقى، نفس الفكره اللي انا شرحها دلوقتي. قال لك ليتش بيبقى ليها سيريس هازارد، اثار سلبيه جدا لو وصلت لمصدر مائي، ووتر كورس. ماشي. بقول لك هنا البكتيريا لما بتحلل مخلفات الطعام بيصدر عنها غاز الميثان، ودي برضو معلومة أنا لسه قايلها هنا. قلت لك لما احنا بنحرق الكمامة بيصدر عن حرق الكمامة ده غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان. طب ضيف لمعلوماتك كمان، لما انت بتدفن المخلفات دي تحت الأرض فالمخلفات دي بتتحلل، لما بتتحلل بيصدر عنها برضو غاز الميثان. يعني ان جنرال يا شباب غاز الميثان كده كده موجود نتيجه عدم التخلص من مخلفات بقايا الطعام بالشكل الصحيح، تمام؟ تعال نكمل. ماشي. المعلومه اللي بعدها بقول لك اورجانيك ماتر ان لاندفيل جينيريت ميثان ويتش هارمفول جرين هاوس جازز. نرجع تاني للرسمه بتاعتنا. طب يا شباب هو انا مش كنت قلت قبل كده ان غاز السي او 2 وغاز الميثان من الغازات المسببه للاحتباس الحراري؟ حصل يا كرم. يبقى انت تكون عارف ان لو احنا ما تخلصناش من بقايا الطعام بالشكل الصحيح نسبة ثاني اكسيد الكربون في الجو هتزيد، وغاز الميثان كمان نسبته هتزيد، وهيحصل ظاهرة الاحتباس الحراري. اوكي كده؟ نكمل. المعلومة اللي بعدها بقول لك ان جيت فود ووست كان توتالي بي ريسايكلينج. طب يا شباب في رقم 5 اكتب لي جنبها الحل. هو ده حل المشكله، ان احنا نعمل ريسايكلنج لمخلفات بقايا الطعام. يبقى انا كده عرضت الجانب السلبي من المشكله واحنا بنتعامل معاها ازاي، تمام؟ وانا دلوقتي هشرح ازاي بقى ان احنا نحل المشكله دي. ماشي. بقول لك هنا انجيت فود ووست كان توتالي بي ريسايكلنج ديسبوزنج ذم ان لاندفيل سايت از ا ووست اوف لاند ريسورسز. لسه قايلها.
قلت لك فكره ان احنا بندفن المخلفات دي تحت الارض، احنا كده يا باشا بنهدف مورد مهم جدا اللي هو مورد الارض. صعبه؟ تمام ماشي. مش معلومه اللي بعدها، بقول لك هنا the process of compositing organic waste before it get to the landfill reduce the burden. فكره ان احنا نعمل اعاده تدوير، تقدر تقول لي ايه الاستفاده لو احنا عملنا اعاده تدوير؟ بكل بساطه يا شباب، بكل بساطه، لو انا عملت ريسايكلينج تقدر تقول لي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عكس ما انا لسه قايل. بمعنى انا مش لسه قايل لو احنا بنتخلص بالطريقه الخاطئه من مخلفات بقايا الطعام بندفنها تحت الارض، وده يعتبر اهدار لمورد مهم جدا اللي هو مورد الارض، صح كده؟ تمام. طب لو احنا ما بقيناش بندفنها تحت الارض، يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل بروتكشن اوف لاند، بحافظ على الارض، صح كده؟ يعني فزي ما انا قلت لك عكس اللي انا لسه قايله. تمام. لو انا حافظت على بقايا الطعام بتاعتي وعملت لها ريسايكلينج، يبقى انا كده مش ههدر موارد الارض. طب ولو انا ما عملتش ريسايكلينج عهد موارد الارض، لو تخلصت بيها بالشكل الخاطئ، حرقتها او دفنتها، عهد بالارض. فواحده تعكسها بتوصلك للنقطه الثانيه. تمام. انا برضو لسه قايل ان احنا لما كنا بنتخلص من مخلفات الطعام بالشكل الخطا، نسبه ثاني اكسيد الكربون والميثان كانت بتزيد. طب لما احنا نعمل لها ريسايكلينج، يبقى هنكتب كده ريديوس ايميجنز، هنقلل الانبعاثات بتاعت السي او 2 والميثان. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يبقى صديق الموضوع كده بكل بساطة، لو احنا اتصرفنا بالشكل الخاطئ هنعمل اهدار للارض، اوكي، وهنزود نسبة الغازات الدفيئة. طب لو احنا اتصرفنا بالشكل الصحيح، اعكسها، هنحافظ على الارض وفي نفس الوقت هنقلل من نسبة الغازات الدفيئة. في لحد كده حاجة صعبة؟ تمام. مش معلومة اللي بعدها، بقول لك limited space for trash disposal. احنا كده بنحافظ على مورد الارض بتاعنا وفي نفس الوقت بنتخلص من المخلفات بتاعتنا بالشكل الصحيح. نكمل. مش بقول لك هنا diverting organic away from landfill help reduce emissions، هنقلل من الانبعاثات بتاعت غاز الميثان. ده يا صديقي الموضوع بكل بساطة. اما بقى بالنسبة للرسمة دي، هي رسمة توضيحية ليس الا، فانت ممكن تفكك منها. نكمل. طيب مش من اول هنا بقى شباب بنتكلم على اول شكل، اول طريقة نتخلص بيها من النفايات بتاعة الطعام بتاعتنا بالشكل الصحيح. طب ايه هي يا عم الحاج اول طريقة؟ بقول لك بمنتهى البساطة ان احنا ممكن يا شباب نستخدم مخلفات بقايا الطعام كسماد للتربة. يعني ايه كسماد للتربة؟ بمعنى مش انا يا صديقي اتفقت معاك كان في محاضرة من المحاضرات في الجزئية اللي هي بتاعة البايو جاز، ماشي، والجزئية بتاعة البايوفول، قلت لك ان احنا ممكن نستخدم مخلفات وبقايا الحيوانات كسماد للتربة، صح كده؟ تمام. ضيف لي بقى لمعلوماتك ان انا ممكن استخدم بقايا الطعام كسماد للتربة زي ما هو موضح عندك في الصور. يبقى اول حل عندي بقايا الطعام استخدمها كسماد للتربة، سماد عضوي بدل السماد الكيميائي، استخدمه كسماد عضوي بدل السماد الكيميائي. طب يا كرم، هو ده ينفع؟ هو ده مفيد؟ هو ده يعني هيبقى مفيد للتربة؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. يبقى اول حل ان انا باخد مخلفات بقايا الطعام بستخدمها كسماد عضوي للتربة. طب ده حلو ولا وحش؟ مفيد ولا مضر للتربة؟ هنشوف مع بعض. اول حاجة بقول لك ده يعتبر جزء من الريسايكلينج، اول حل is a nature way of recycling. تمام. بقول لك هنا convert organic material، organic material دي مقصود بيها المخلفات العضوية زي ورق الشجر، زي بقايا الطعام، زي مخلفات الحيوانات، تمام، into a nutrient rich soil through natural decomposition. ان انا بحول المخلفات العضوية كسماد عضوي للتربة. اللي بعدها the end product is composed، كلمة composed معناها سماد، يبقى انا هنا بحول، ممكن نعملها على شكل equation، بحول
الأورجانيك ووست مخلفات عضوية بحولها إلى كومبوزد، بحولها إلى سمات. أوكي كده؟ يبقى ده يا شباب ده أول حل عندنا، مخلفات عضوية اتحولت وبقت سماد. اوكي اوكي يا كرم ماشي. بص بقول لك ايه، turn your kitchen waste back into food in your garden. حضرتك اخدت مخلفات المطبخ وحطيتها في الحديقه بتاعتك، يعني بيشبهها لك يعني. نكمل. طيب ايه هي مميزات استخدام سماد عضوي صادر عن مخلفات الطعام؟ بكل بساطه يا شباب، بكل هدوء، هو السماد الكيميائي ده عشان يطلع من المصنع، مش المصنع ده كان بيلوث الجو صح كده؟ مصانع بيصدر عنها عوادم، فالعوادم دي بتلوث الجو. طب لما انا استخدم سماد عضوي تقدر تقول لي ايه اللي هيحصل؟ هقلل من نسبه ثاني اكسيد الكربون صح كده؟ فبقول لك بريفنت كربون ايميجن، هنقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، لان احنا هنعتمد على السماد العضوي وليس السماد الكيميائي. ده رقم واحد. تمام. رقم اتنين، قال لك السماد العضوي ده بيستهلك ميه اقل، اقل من السماد الكيميائي، واحنا اصلا عندنا مشكله في الميه. تمام، ده كده رقم اتنين. يبقى رقم اتنين بقول لك يوز ليس ووتر. تمام، قال لك السماد العضوي ده يا شباب هو جاي من مصادر طبيعيه، فهيحسن الجوده بتاعه التربه اكتر من السماد الكيميائي. يعني السماد الكيميائي داخل فيه كيميكال، تمام، فبالتالي مش بيحسن جوده الارض بافضل شكل ممكن. ابسطها لك اكتر، والبنات اللي بتشوف الفيديو ده هتفهم كلامي كويس. لو انت عاوزه مثلا تجيبي ماسك للبشره ماشي كده، الافضل تجيبي ماسك من مكونات طبيعيه ولا تجيبي ماسك داخل فيه نسبه مثلا حاجات كيميائيه؟ الافضل طبعا تجيبي ماسك من مكونات طبيعيه صح كده، هو اللي هيحسن الجوده. تمام، فانا نفس اللوجيك، انا بستخدم سماد عضوي اكيد افضل من السماد الكيميائي، يبقى السماد العضوي هيحسن من جودة الارض. في لحد كده حاجة صعبة؟ تمام. البوينت الاخيرة بقول لك recycle valuable nutrient reduce the use of artificial fertilizers، ان احنا هنقلل من استخدام السماد الكيميائي. ايوه، ما انا عندي سماد عضوي يبقى ليه استخدم سماد كيميائي؟ يبقى بالبلدي كده اكيد هنقلل من استخدام السماد الكيميائي، والسماد الكيميائي اصلا مكلف صح كده؟ فلما انا الاقي بديل طبيعي جاي من الطبيعه، يعني انا مش هدفع فيه تقريبا فلوس كتير، تمام، وفي نفس الوقت حسن من جوده الارض وهيوفر معايا ميه، ايوه طب انا ليه ما استخدموش؟ ماشي كده؟ تمام. المعلومه اللي بعدها يا شباب، طب السؤال هنا بقى، ازاي نصنع السماد العضوي ده؟ انا دلوقتي مثلا واحد ساكن في فيلا، تمام، وعندي بقايا طعام وشفت الفيديو بتاع كرم وعاوز اعمل زي ما هو قال في الفيديو كده، ازاي اعمل بقى سماد عضوي؟ اصنعه ازاي؟ قال لك بكل بساطه بتعمل زي بيت، اوكي، او زي حاويه، يعني كما هو موضح برضو عندك في الصور، انا حاولت احط لك صور كتير بقدر الامكان، وصور مش موجوده في السلايد عشان الموضوع يبقى مرئي بالنسبه لك، ما تكونش يعني فاهم الكلام بس مش متخيله في ذهنك. تمام، انا يا شباب بجيب زي حاويه كده، يعني بالظبط كما هو موضح في الصوره. الحاوية دي بحط فيها المخلفات بتاعتي كلها ماشي، وبعدين بقفل عليها بالباب اللي قدامك ده، بقفل على الحاوية بالباب اوكي، وبعدين بفتح الباب عشان يتهوى كل اسبوع، اللي هي الحاوية دي تتهوى كل اسبوع ماشي، والبكتيريا اللي بتكون موجودة بالفعل في بقايا الطعام هي اللي بتبدأ تشتغل، تمام، هي اللي بتبدأ تحلل بقايا الطعام دي اوكي، ومع مرور الوقت بتلاقي ان كل بقايا الطعام اللي كانت موجوده بقت عباره عن رمله، بقت عباره عن طينه، تمام؟ يبقى هو ده السماد اللي انا بستخدمه في تغذيه التربه الزراعيه، اوكي؟ تمام. اول حاجه بقول لك تشوز اشادي سبوت ان ذا جاردن، شادي سبوت يعني حاويه، او بوكس يعني حاجه زي الصندوق كده، يعني بالظبط زي ما انا حاطط لك في الصوره. تو ستارت يور كومبوزد، وتبدا عمليه التسميد بتاعتك. نكمل. المعلومة اللي بعدها بقول لك added your composed layers، بتبدأ بقى حضرتك تحط ايه؟ تحط مخلفاتك، تحط بقايا الطعام، تحط ورق الشجر، تمام، تحط المخلفات بتاعت الحيوانات لو عندك حيوانات، بتبدأ ترمي المخلفات كلها في الحاوية دي. تمام. keep your composed most but not wait، حضرتك بتقفل الحاوية وبتبدأ تهويها كل اسبوع ماشي،
والبكتيريا اللي بتكون موجوده بالفعل في بقايا الطعام هي اللي بتقوم بالواجب. ماشي كده؟ تمام. بص بقول لك هنا ايه، لازم تفتح الحاويه كل اسبوع والبكتيريا اللاهوائيه بتبدا تشتغل وبتحول المواد العضويه الى سماد. يعني حضرتك مش بتعمل معادلات كيميائيه، هات الحاويه ارمي فيها المخلفات، اقفل عليها البكتيريا تشتغل، ماشي، افتحها كل اسبوع هويها بس كده. طيب يعني ايه يا شباب بايوجاز؟ معلومه مش جديده وخدناها قبل كده، تمام، قلت لك ان احنا بنستخدم مخلفات الحيوانات كسماد عضوي للتربه، تمام. ايه الاضافه بقى، او يعني ايه الجديد؟ الجديد يا فندم ان انا ممكن استخدم المخلفات مش بس كسماد عضوي للتربه، لا، انا ممكن كمان استخدمها كمصدر حيوي للطاقه، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض. بقول لك هنا is a type of biofuel، قلناها. The composition of organic waste، قلناها برضو قبل كده. قلت لك المخلفات ممكن تبقى زي مثلا مخلفات زراعيه زي ورق الشجر، ممكن تبقى مخلفات بقايا طعام، ممكن تبقى حاجه اسمها مانيور اللي هو الروث بتاع الحيوانات، مخلفات الحيوانات نتيجه عمليه الهضم. ماشي كده؟ كل المخلفات دي بناخدها بندخلها في صناعه الاسمده. دي معلومه انا لسه قايلها وبالفعل كنت قايلها قبل كده. تمام. بقول لك هنا biogas is the mixture of gases by the breakdown of organic matter in the absence of oxygen primarily consisting of methane and carbon dioxide. بقول لك يا صديقي البكتيريا اللي بتكون موجوده في المخلفات دي كلها اللي هي اسمها البكتيريا الهوائيه واللاهوائيه، دول اللي هم يعتبروا انواع البكتيريا، بيبداوا يشتغلوا على المخلفات دي، ماشي، بيبداوا بالبلدي كده ينتشروا فيها، بيحللوها، وهم اللي بيقدروا يحولوها من ماده عضويه الى سماد عضوي. ماشي، تمام. بعدين بقى شباب بقى بنتكلم على مميزات الاستفاده من المخلفات العضويه. يعني دلوقتي تقدر تقول لي انا لما اسمع كلامك يا عم كريم واخد مخلفات بقايا الطعام وحولها لسماد انا هستفاد ايه؟ قول لي انا استفاد ايه؟ حاول تقنعني يا اخي. اقول لك، واحد يا شباب هنقلل من نسبه الكربون والميثان في الجو، اوكي؟ ده كده واحد، تمام. اتنين، لو احنا اصلا ما استفدناش من المخلفات دي ايه اللي هيحصل؟ المخلفات هتتراكم، صح كده؟ وكلما تراكمت كلما زادت نسبه الميثان ونسبه ثاني اكسيد الكربون في الجو، تمام؟ فهنا بقول لك advantage of biogas production mounting waste. كلمة mounting waste يا شباب معناها ان احنا كده هنقلل من تراكم المخلفات، المخلفات اللي هتصدر نعمل لها اعادة تدوير، المخلفات اللي هتصدر نعمل لها اعادة تدوير، فانا كده هقلل من تراكمها، تمام. معلومة اللي بعدها قال لك the need to decrease greenhouse gases. ما انا قلت لك لو احنا ما تخلصناش منها بالطريقة الصحيحة فهنحرقها، تمام؟ فلما نحرقها هنزود نسبة الميثان ونسبة ثاني اكسيد الكربون اللي يعتبروا جرين هاوس جازس. طب لو احنا ما حرقناهاش يبقى احنا هنقلل من نسبة ثاني اكسيد الكربون والميثان، تمام. قال لك هنا the byproduct of the biogas generation process is enriched organic which is perfect supplement or substitute for chemical fertilizers. صباح الفل يا شباب، المعلومة دي أنا بالفعل قايلها، إن السماد العضوي يعتبر بديل للسماد الكيميائي، تمام. إيه هي مميزات السماد العضوي؟ زي ما إحنا قلنا بيستخدم مية أقل، واحد، اتنين، بيحسن من جودة الأرض الزراعية، أوكي، تلاتة، هيخلينا نقلل الاعتماد على السماد الكيميائي، تمام. ضيف لي بقى لمعلوماتك ان هو بيزود من سرعه نمو النباتات. يعني مثلا لو النبات بالسماد الكيميائي محتاج شهرين عشان يكبر، بالسماد العضوي ممكن شهر ونص مثلا. فهنا بقول لك كان اكريليت بلانت جروس بيساعد على عمليه نمو النباتات بشكل اسرع. البوينت الاخيره، طب بالعقل بقى يا شباب، بالعقل كده والمنطق، مين اكتر ناس هتستفاد من موضوع السماد العضوي ده؟ يعني الناس اللي عايشين في اسكندريه هم اللي هيستفادوا؟ لا. الناس اللي عايشين في شرم الشيخ، الناس اللي عايشين في مرسى علم، في الغردقه؟ لا. قال لك اكتر ناس هتستفاد هي الناس اللي في القرى الفقيره، بالبلدي كده الناس بتاعت يعني الفلاحين، المدن الريفيه والمدن الفقيره، لان هم اللي بيصدر عنهم مخلفات كتير. هم اللي عندهم قابليه
ان هم ياخدوا مخلفات الحيوانات ويخزنوها ويجمعوا بقايا الطعام مع بعض ويعملوا منه سماد عضوي. بس الناس اللي في اسكندرية مش من اهتماماتها الحاجات دي، صح كده؟ الناس اللي في شرم الشيخ مش من اهتماماتها الحاجات دي. فاكتر ناس هتستفيد من الموضوع ده هم المدن الريفية والمدن الفقيرة اللي معهاش فلوس تجيب سماد كيميائي، فهيدور على السماد العضوي. اوكي كده تمام. فهنا بقول لك particularly useful in rural or poor area due to low cost of setup. بقول لك السماد العضوي ده مش محتاج منك تكلفة. يا فندم تكلفة ايه يعني؟ ده انا جمعت تمام البقايا الطعام بتاعت البيت وعملت منها سماد، فين التكلفة؟ نكمل. بقول لك هنا almost any organic waste can be used in the process. اي مخلفات عضوية ممكن استخدمها في عملية السماد. يعني مثلا مخلفات طعام ماشي، مخلفات زراعية زي اواء الشجر ماشي، مخلفات حيوانات ماشي. فهنا بيقول لك any organic waste. تمام. معلومة اللي بعدها بقول لك animal vitres. بص بقى صديق، ده كده تاني حل عندنا. ها تاني حل عندنا، تاني طريقة عندنا يا شباب بنستخدمها عشان نتخلص من بقايا الطعام بدلا ما نرميها. دي كده ايه؟ تاني طريقة عندنا. اوكي تمام. مش الطريقة التانية يا شباب بقول لك ان احنا بناخد مخلفات بقايا الطعام دي بنأكلها للحيوانات اللي عندنا. مثلا تلاقي كده لو انت مثلا ماما فوق سطوح مربية مثلا فراخ وبط، فاكيد مش هتجيب لهم علف، صح ولا لا؟ هي هتأكلهم من الاكل اللي احنا بناكله. يعني مثلا لو احنا عاملين رز وفاصوليا فياكلوا معانا رز وفاصوليا، ماشي؟ عاملين فتة هياكلوا معانا فتة، تمام كده؟ نفس الكلام برضو يا شباب للناس اللي هم مربين الحيوانات. ناس مثلا اللي هم في المدن الريفية عندهم حيوانات بقر وخرفان ومعيز وبتاع، فاحنا اكيد مش هنجيب للحيوانات دي علف عشان العلف ده سعره غالي، فاحنا هنأكلهم من اللي احنا بناكله. ولو جبنا لهم علف مش هيبقى باستمرار، يعني مش هيبقى هو ده الطبيعي. اوكي. فانا هنا بقول لك ان تاني حل عندنا للتخلص من بقايا الطعام نستخدمه كعلف للحيوانات. فبقول لك هنا commercially produced feed for this activity is expensive. فكرة ان انا اعتمد على علف التجاري الموضوع كده هيبقى مكلف جدا، تمام؟ فاحنا هنعمل ايه؟ قال لك turn organic scrap، يعني هنعتمد، يعني هنعتمد على العلف العضوي، ماشي كده؟ نحن هنا هنعتمد على العلف العضوي، هنعتمد على بقايا الطعام كعلف للحيوانات بدلا من العلف المخصص للحيوانات. فهنا بقول لك to organic scrap to supplement or replace the commercial product. بكل بساطة يا شباب العلف الطبيعي هيعتبر بديل للعلف التجاري. حلو الكلام كده؟ تمام. بقول لك هنا a network of collectors collect organic waste from restaurant in the city center then distribute among the backyard farmers. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الموضوع كبر قوي، الموضوع بقى مهنة. انت واخد بالك؟ ان بقى في ناس collectors، يعني بقى في ناس بيلفوا على المطاعم وياخدوا منهم مخلفات بقايا الطعام ويروحوا يبيعوها لاصحاب المزارع. بمعنى مش احنا يا شباب بنلاقي الناس اللي هم بيلموا الزباله بيلفوا على المطاعم عشان ياخدوا منهم الكنزات والكرتون والبلاستيك، ماشي كده؟ اهو حصل بقى حاجه مشابهه، بقى في ناس بيلفوا على المطاعم برضو بس عشان ياخدوا منهم بقايا الطعام، وياخدوا بقايا الطعام دي ويجمعوها ويبيعوها للناس اصحاب المزارع. واحد عنده مزرعه بقر، واحد عنده مثلا مزرعه تسمين عجول، فيبيع له الاكل ده وياخد الاكل ده ويعمله كعلف للحيوانات. تعال نكمل ماشي. تعال مش معلومه اللي بعدها يا شباب بقول لك هنا the farmer can purchase the scrap at about half the price of the commercial product. وطبعا سعر بقايا الطعام هيبقى ارخص من سعر العلف المتصنع، العلف اللي معمول مخصوص ليه؟ عشان تسمين العجول وهكذا. قال لك هنا a cost comparison carried out shows the profit. واكيد طبعا يا شباب يعني بالعقل والمنطق رقم 3 برقم 4، مش انا قللت التكلفه اوكي فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ البروفيت هيزيد. صباح الفل، يعني حاجه منطقيه جدا. ما انا قللت التكلفه صح، بدل ما اعتمد على علف اللي متصنع مخصوص اعتمدت على العلف الطبيعي اللي هو بقايا الاكل، ما طبيعي ان التكلفه هتقل، ولما التكلفه هتقل فاكيد البروفيت هيزيد. بس كده تمام. تمام.
ماشي. المعلومة اللي بعدها يا شباب بنتكلم على مشكلة خطيرة، مشكلة خطيرة جدا، هي مشكلة الرز، مشكلة الرز ومشتقات الرز. بص بقى معلم معايا لحد كده يا شباب، احنا خلصنا مع بعض. نقدر نقول اول فكرة، اول فكرة اللي هي الاورجانيك ووست، بقايا الطعام، اوكي. فاحنا هنتكلم في البارت الاول من المحاضرة السابعة، او في الجزء الاول من المحاضرة السابعة يعني، هنتكلم على مشكلة بيئية هي مشكلة قش الرز. بص يا معلم معايا، تخيل الموضوع في ذهنك الاول كده قبل ما اقول لك. بص معايا في الوقت، محصول الرز يا شباب، محصول الرز لما بيجي الفلاحين بيجمعوا المحصول، ماشي، انت طبعا عارف ان الحبايه بتاعت الرز حبايه صغيره، تبقى حبايه كده صغنونه جدا يعني، تمام. فالحبايه دي لما الفلاحين بيجمعوا محصول الرز، الحبايه دي بتكون موجوده في حاجه كده شبه ورقه الملوخيه، انت واخد بالك، في عود، في حاجه طوليه كده، تمام. فالفلاحين بياخدوا الحبايه من العود اللي هو بيكون موجود فيه، وبعدين بيطلع حاجه اسمها قش الرز. تعالى اجسدها لك على شكل رسمه عشان يعني الموضوع يبقى افضل. بس بص يا صديقي معايا، يعني مثلا اتمنى يعني الواحد يعرف يرسمها كويس. بص كده معايا يا شباب، ده مثلا ده العود اللي هو بيكون موجود فيه حبايه الرز، حلو الكلام؟ ادي حبايه رز وادي حبايه رز وادي حبايه رز، تمام؟ لما الفلاحين بيجوا بيبنوا المحصول بياخدوا الحبايه دي، تمام؟ بياخدوا الحبايه بتاعت الرز دي، ماشي؟ وبياخدوا حبايه الرز دي، بس هما كده صدر عنهم مخلفات اسمها قش الرز، اللي هي ايه قش الرز؟ يعني انا هحاول اعمل لك برضه بلون مختلف، اللي هي اللي معموله باللون الفسفوري ده، تمام؟ اللي هي العود، العود اللي بيبقى فيه حبايه الرز ده يا فندم اسمه قش الرز، ماشي كده؟ تمام. طب الفلاحين دلوقتي بعد ما جمعوا محصول الرز عندهم مخلفات اللي اسمها قش الرز، بيعملوا بيه ايه؟ قال لك بيحرقوه، بياخدوا كل بقى الحاجات اللي هي اللي عامله شبه قش الرز دي، الحاجات الطوليه، وبيحرقوها. طب لما بيحرقوها يا خبر اسود، هنعيد نفس اللعبه تاني، يعني بيلوثوا الجو، يعني ثاني اكسيد الكربون في الجو بيزيد، ماشي، يعني بيحصل مصايب سودا. طب احنا نعمل ايه يا شباب مع قش الرز ده؟ زي ما عملنا مع الفود ووست، نعمل له اعاده تدوير برضه، هندخله في صناعات، ولما ندخله في صناعات يبقى احنا كده استفدنا، اوكي؟ تمام جدا. بص يا صديقي، مصر بطبيعتها هي اصلا دوله فيها زراعه رز كتير، والرز بطبيعته هو يعتبر وجبه اساسيه في كل بيت مصري، تمام؟ فعشان الرز هو حاجه مهمه، فاحنا بنزرع رز بكميات كبيره جدا جدا عشان ده وجبه اساسيه، تمام؟ نتيجه ان احنا مهتمين بالرز فبالتالي بنزرع كتير، فبالتالي الصادر او الهالك او المخلفات بتاعه الرز اللي اسمها قش الرز نسبتها كبيره ولا قليله؟ طبعا نسبتها كبيره جدا، تمام؟ فانا هنا بقول لك، تخيل بقى معايا ان لما احنا بنحرق كميات كبيره جدا من قش الرز، ده بيكون سبب في تكوين حاجه اسمها البلاك كلاود، السحابه السوداء. انت متخيل ان احنا بسبب كميات قش الرز المهوله اللي احنا بنحرقها، احنا ممكن نعمل ظاهره السحابه السوداء؟ يعني السماء لونها بيتغير، الخصائص الكيميائيه والفيزيائيه للسماء بتتغير. ابسطها لك اكتر، مش ساعات انت كده مثلا تلاقي نفسك الصبح، الصبح بدري ماشي، بس انت تبص كده للسماء تحس ان السماء مضلمه، صح ولا لا؟ فانت يجي في دماغك ايه يا عم السحابه السوداء دي؟ لا، هي مش ايه يا عم سحابه سوداء، هي فعلا سحابه سوداء. سحابه سوداء سببها او من ضمن اسبابها ان احنا حرقنا قش رز بكميات كبيره جدا، اوكي؟ تمام. تعالى بقى نشوف، بقول لك هنا الرز از وان اوف ذا موست كومن كروبس. حضرتك محصول الرز ده من اهم المحاصيل عندنا، وجبه اساسيه طبعا، تمام. بقول لك هنا is stable food for the vast majority of the country population، هو الوجبه الاساسيه لتقريبا لمعظم السكان. نكمل، بقول لك هنا dry stock of the bright crop remain after the removal of the grain. يعني ايه يا شباب؟ يعني بكل بساطة after removal of the grain، بعد ما احنا بناخد البذرة بتاعة الرز دي، تمام؟ بيتبقى لنا ايه؟ بيتبقى لنا العود،
تمام، اللي هو الشذوذ يعني هو ده اللي فيه المشكله. نكمل. مش بقول لك هنا the amount of rice straw 6 مليون طن per year. حضرتك احنا كل سنه بيصدر من عمليات حصاد الرز 6 مليون طن من قش الرز. طب تخيل معايا بقى صديقي لما انا احرق 6 مليون طن من قش الرز ايه اللي هيحصل؟ هيحصل السحابه السوداء. في البوينت اللي بعدها بقول لك the burning of rice straw. rice straw معناها قش الرز، اوكي كده. فبقول لك بلاك كلاود ان ايجيبت، من ضمن اسباب حدوث ظاهره السحابه السوداء هي حرق قش رز بكميات كبيره جدا اللي هي 6 مليون طن في السنه. نكمل. سحابه سوداء يا شباب، فاكيد هيبقى الغازات اللي فيها غازات كويسه ولا غازات مضره؟ طبعا غازات مضره. ليه؟ تعالى كده تخيل معايا احنا حرقنا 6 مليون طن، اوكي؟ عملية الحريق دي هيصدر عنها زيادة نسبة الكربون دايوكسيد وباقي الغازات الدفيئة زي غاز الميثان في الجو، تمام؟ من كتر زيادة الغازات الدفيئة في الجو هتبدأ تتكون السحابة السوداء. يعني السحابة السوداء مش جاية من غاز واحد، هي جاية من كل الغازات المضرة الصادرة عن عملية احتراق الشذوذ. بقول لك هنا collection of toxic emission، مجموعة من الغازات السامة. بقول لك هنا in the sky and darken its color، زي ما انت شايف كده في الصورة السحابة السوداء بتغير لون السماء. نكمل. بقول لك هنا the burning of rice straw is known to substantial amount of air pollution contribute to serious hazard air quality and climate change. بالعقل يا شباب، بالعقل وبالمنطق كده، نسبة كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون طلعت نتيجة احتراق قش رز. واحد، هتلوث الجو، ماشي. اتنين، هتؤدي الى انتشار الامراض الصدرية. تلاتة، احنا كنا اتفقنا مع بعض في الفيديو اللي فات كلما زادت نسبة الغازات الدفيئة في الجو ادت الى حدوث تغيرات مناخية. يبقى ممكن ظاهرة حرق قش الرز ده يترتب عليها بلاوي زرقاء. تعالى نعد مع بعض. واحد، تلوث الجو، ماشي كده. اتنين، هيحصل اصابة للناس بامراض صدرية، ده كده رقم اتنين. رقم تلاتة، انت كده هتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. كل ده حصل بسبب ظاهرة احتراق الشذوذ، تمام. معلومة اللي بعدها بقول لك emission of greenhouse gases and other air pollution، في بعض الغازات السامة الصادرة عن عملية احتراق الشذوذ. ثاني اكسيد الكربون، اكسيد اكسيد النيتروجين وغيرها من الغازات السامة. طيب هنا يا شباب ده عبارة عن جدول بيقول لك لما احنا بنحرق قش الرز نسبة الغازات كام؟ واكيد طبعا دي مش عليكم نسبة الغازات، يعني اللي هو نسبة ثاني اكسيد الكربون بتزيد بسبب احتراق قش الرز بنسبة كذا، تمام؟ يعني فاكيد النسب دي مش عليك. تعال نكمل. Some important notes for rice straw. ده يا صديقي شوية معلومات كده على الرايق تجيلك في الامتحان على شكل سؤال true or false، ماشي كده؟ بقول لك health hazard attributed to composition of rice straw. The released pollution from burning rice. Chemical and physical reaction result in adverse health effect. يعني لما بيحصل احتراق لقش الرز فهو الطبيعي ان ده بيلوث الجو، والطبيعي برضه ان هو ممكن يصيب الناس بامراض صدريه، تمام؟ تعال نكمل. بقول لك هنا composition burning of rice straw have high sly silica. مش بص بقى يا شباب، بكل بساطه كده في عندي ماده اسمها ماده السيليكا، تمام؟ ماده السيليكا دي بقول لك فيها قش الرز ده، قش الرز اللي هو عباره عن العنقود الطويل او العود الطويل ده، تمام؟ لما بيتحرق بيتحول لتراب. ابسطها لك اكتر، يعني مثلا لو انا دلوقتي جبت حته ورقه وحرقتها، اوكي كده؟ الورقه دي طبعا هيبقى لونها اسود، ماشي؟ لحد ما تتفحم خالص. الورقه دي لو انا يعني فتفتها كده، تمام؟ فهتتفتفت معايا وتبقى عباره عن تراب. اهو بالظبط نفس الفكره بقى. قال لك لما انت بتحرق قش الرز ده، ماشي؟ فده بيتحول لتراب. اوكي كده؟ فبص كده معايا، فقش الرز ده بيتحول لتراب، تمام؟ اهو التراب ده بقى مين بيشمه؟ الانسان بيشمه. يعني انت بالبلدي بتاخد قش رز ده بتحرقه، فلما انت بتحرقه انت كده بالظبط كانك بترمي تراب في الهواء، فده طبعا هيدور بالجهاز التنفسي.
تمام؟ وبرضو انا حاطط لك صوره للرسمه اللي هي بتاعه التراب، يبقى ده شكل قش الرز بعد الاحتراق. شكل قش الرز بعد عمليه الاحتراق يا شباب، بيبقى شكله عامل كده بالظبط. اوكي تمام ماشي. بقول لك هنا small particle size emitted from building rise through، ده عباره عن جزيئات صغيره جدا، ماده شبه التراب. قال لك هنا using respiratory disorders، ده لما ينتشر في الجو، فاكيد الناس لما تشم الهواء فالهواء هيبقى فيه تراب، هيؤدي الى الاصابه بالامراض الصدريه. اوكي تمام جدا. المعلومه اللي بعدها بقول لك how to recycle rice through. طب بالعقل بقى يا شباب، ازاي احنا نستفيد من قش الرز ده؟ بكل بساطه زي ما عملنا في الاورجانيك ووست، نعمل له ريسايكلينج. طب ايه هو صديقي الريسايكلينج ده؟ قال لك انا هاخد قش الرز ده وادخله في صناعات ثانيه. زي ايه؟ قال لك انا ممكن استخدمه في معالجه الميه، يعني مثلا محطات تنقيه الميه، تمام؟ ممكن استخدمه يعني مثلا عشان ممكن استخدمه في عمليات تنقيه الميه. مش احنا كده ساعات بنسمع مصطلح يقول لك ايه؟ الحكومه انشات محطه لتنقيه المياه. اهي المحطه دي بقى تمام بيبقى داخل فيها قش رز، يعني هم بيستخدموا قش رز في عمليه تنقيه الميه. دي حاجه. برودكشن اوف بلاستيك وود، ساعات كده انت بتكون عاوز تعمل مثلا دولاب او عاوز تعمل كوموجينو، ماشي؟ فلو انت سالت النجار هيقول لك يا باشا الخشب ده خشب مقوى. يعني ايه خشب مقوى؟ يعني خشب داخل في صناعته قش رز، تمام؟ يبقى قش الرز ممكن استخدمه في صناعه الخشب المقوى. ممكن استخدمه في صناعه الورق المقوى برضو. عارفين واحنا في ابتدائي فكان كده الميس تقول لنا هاتوا معاكم المره الجايه فخ كرتون، ماشي؟ اهو الفخ الكرتون ده بقى داخل في صناعته قش رز. تعال نكمل. بقول لك يا شباب برضو ممكن استخدم قش رز ده في صناعه السيليكا جيل. يعني ايه بقى سيليكا جيل؟ ما انت مثلا بتجيب جزمه او بتجيب موبايل فبيبقى معاه كده زي باكت صغير، اوكي؟ الباكت ده بيبقى فيه حبيبات شبه الخرز، او الخرز ده يا شباب الخرز ده بيكون موجود جوه الجزمه او جوه جهاز الموبايل عشان يحافظ عليه من الرطوبه، او الخرز ده داخل في صناعته قش الرز. بقول لك قش الرز ده بنستخدمه في عمليه اطعام الحيوانات، يعني مثلا في العيد الكبير مش انت كده ساعات بتلاقي الخرفان والعجول بياكلوا حاجات كده طويله، يعني هي مش برسيم، يعني هي مش برسيم، هما بياكلوا حاجات شبه العلف، فاهم ازاي؟ يعني حاجات كده بيكون شكلها طويل او حاجات شبه العصيان، اهو ده قش الرز بقى. وانا برضو حاطط لك صوره عشان الموضوع يكون معبر. بقول لك يا شباب بنستخدم قش الرز في صناعه المواد العازله للصوت، بمعنى مش انا دلوقتي بسجل في الاستوديو صح كده؟ الناس اللي بره مش سامعيني ولا انا سامع الناس اللي بره. ليه؟ عشان يا فندم زي ما انت شايف، بص دي الماده يا شباب اللي انا ماسكها دي، الماده دي ماده عازله للصوت، فداخل في تصنيعها برضو كذلك نفس الكلام قش الرز. يبقى قش الرز بيدخل في صناعات كتيره جدا، من ضمنها صناعه انا دلوقتي شغال بيها اللي هي ايه؟ صناعه المواد العازله للصوت. اوكي يا شباب تمام. ده لحد هنا خلصنا مع بعض الجزء الاول من المحاضره السابعه. اتكلمنا فيه على إعادة تدوير حاجتين، الأورجانيك ووست مخلفات بقايا الطعام، واتكلمنا كمان على إعادة تدوير قش الرز. تمام، تقوم بقى تعمل لي إيه؟ لا كوباية قهوة خلاص ما بقتش تنفع، تروح كده تعمل لي شفشق قهوة حلو تمام، وتجي لي عشان في الجزء الثاني من المحاضرة السابعة فيما يعادل مثلا 40% من المحاضرة بنتكلم بقى على إعادة تدوير البوينت اللي أنا قلت لك عليها في الأول، اللي هي إيه؟ إعادة تدوير المعادن، أوكي؟ إعادة تدوير الإزاز، تمام؟ وإعادة تدوير الورق. دول يا صديقي الثري بوينت اللي قائم عليهم الجزء الثاني من المحاضرة. اتكلم على إعادة تدوير الورق والمعادن والإزاز. موضوع بسيط جدا بس محتاج مننا إيه؟ ميك سنس كده شوية تركيز. وأشوفكم بعد البريك. نرجع تاني نكمل مع بعض يا شباب، وده يعتبر زي ما انا قلت لك كده في الاول ان ده الجزء الثاني عندنا من
المحاضرة السابعة، وهنتكلم على نفس البوينت اللي انا بالفعل كنت قايلها لك في الاول، وما عندناش كلام جديد نقوله غير ان احنا هنكمل على اخر بوينت بالفعل احنا وقفنا عندها. خلاص احنا كده خدنا مع بعض بريك كويس عشان نقدر نستوعب المعلومات اللي قلناها في الجزء الاول، وندخل بقى على الجزء الثاني من المحاضرة السابعة بتاعتنا. بص بقى صديقي، جي في بداية كده اول صفحة عندنا بعد الكفر، فبتلاقيني يا معلم كاتب لك 5 classification of recyclable materials. ده يا معلم الانواع اللي احنا هنشتغل عليها في المحاضرة السابعة، والانواع كمان اللي احنا هنشتغل عليها في المحاضرة التامنة. طيب في المحاضرة السابعة يا معلم كان عندنا ايه؟ قلت لك ان انا بشتغل على اعادة تدوير المعادن، اعادة تدوير الورق، اعادة تدوير الازاز. دول اول 3 بوينت، دول محتوى المحاضرة السابعة او الجزء الثاني من المحاضرة السابعة. طب اعادة تدوير البلاستيك وإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية زي الموبايل زي الشاشة زي اللابتوب وهكذا، ده بيبقى محتوى المحاضرة التامنة بتاعتنا، عشان انت برضو تكون عارف بالظبط كده الدنيا معايا ماشية ازاي. وآجي المحاضرة التامنة بتاعتنا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بنبدأ بقى نمسك كل جزئية، ندي عنها شوية تفاصيل، وانا بقول لك اهو من دلوقتي تفاصيل كل جزئية هي موضع سؤال في الامتحان true or false، وانا مش مصعبها عليك خالص، انا مسهلها عليك جدا، والحاجات اللي بتيجي على شكل سؤال true or false فانت بتلاقيني كاتب لك جنبها true or false. تمام؟ تمام ماشي. اول نوع اشاب عندنا هو الميتلز المعادن. بص بقول لك ايه، some important notes for metals true or false، يبقى معظم المعلومات اللي هتجيلنا في الجزئيه دي هتجيلنا على شكل سؤال true or false. تمام. طيب انا صديقي هثبت معاك كده مثال موحد عند كل جزئيه، اديني يا كرم شويه امثله على اعاده تدوير المعادن. ممكن اقول لك مثلا زي الكنزات. تمام، ما هي الكنزات دي تعتبر معدن. ممكن اقول لك مثلا لما عماره بتقع او لما بيت بيقع بيكون في ناس وظيفتها ان هي بتطلع الحديد اللي موجود في العماره دي عشان تعمل له اعاده تدوير. حلو الكلام. يبقى انا هنا هدي مثال على الكنزات وهدي مثال على حديد العمارات. عمارة مثلا بتقع ففي ناس وظيفتها ان هي بتاخد حديد العمارة ده وتعمل له اعادة تدوير. تمام جدا. اول معلومة بقول لك metals are essential and can be used in a number of ways. حضرتك المعادن ليها اكتر من شكل، بس انا هثبت معاك شكلين. اوكي، وليها اكتر من استخدامات. يعني احنا مثلا في البيت عندنا، في اي بيت بنستخدم المعادن في ادوات المطبخ، الشوكة والسكينة والمعلقة دي تعتبر أدوات مشتقة من المعادن. تمام؟ بقول لك هنا manufacture of trucks, cars, airplane, ships and railway. حضرتك المعادن بتدخل في صناعة السيارات، في صناعة trucks معناها اللي هي الحاويات، مثلا حاوية واحد طالب كونتينر من بره، بتدخل في صناعة وسائل النقل بشكل عام زي الطيارات، بتدخل كمان في صناعة خطوط السكك الحديد، قضبان بتاعت القطر بتاعت السكه الحديد. ماشي، نكمل. بقول لك هنا manufacture of domestic items such as packaging، الادوات اللي هي بتاعت التغليف، مقصود بيها ادوات الطهي زي الحله، زي مثلا الكاسروله اللي ماما بتغلي فيها اللبن. طب ما كل دي تعتبر ادوات طهي ولكنها مصنوعه من المعدن. تمام. قال لك كل معدن يا شباب وعنده physical and chemical properties. يعني مثلا انا عندي الحديد، اوكي، عندي النحاس، عندي الالومنيوم، كل دي يا شباب تعتبر معادن. كل معدن اكيد اكيد مختلف عن المعدن الاخر. حاجه اسمها physical and chemical properties، يعني يا صديقي كل معدن مختلف عن المعدن الاخر من حيث الخصائص الكيميائيه والخصائص الفيزيائيه بتاعته. تمام. الحديد مختلف عن النحاس، والنحاس مختلف عن الألمونيا. تمام. اكيد طبعا كل معدن مختلف في الجودة بتاعته، مختلف كمان في سعره، مختلف في التكلفة بتاعته. يعني مثلا لما انت تروح عشان تشتري وليكن كرسي، فتلاقي البياع يقول لك ايه، يقول لك يا باشا ده كرسي حديد، ده كله حديد، هو ده ألمونيا؟ يبقى معنى كده ان الحاجة ليها سعرها، كل معدن وليه خصائصه. الحديد مثلا درجة المتانة بتاعته اقوى من النحاس واقوى من الالومنيا، فكل معدن له خصائص كيميائيه وفيزيائيه مختلف عن المعدن الاخر، وطبعا اكيد مختلف كمان من حيث السعر. تمام. مش انا بقول لك
The most common recyclable من أكتر أنواع المعادن الأكثر شيوعاً في عملية التدوير هو الألمونيا والحديد. يبقى احنا يا صديقي ممكن نعمل كده، نعمل صح على علامة الحديد ونعمل صح كمان على الألمونيا. تمام، بقول لك هنا من ضمن أنواع المعادن ولكنها مش بيتعمل لها ريسايكلينج عشان أصلاً محدش بيرميها. بقول لك مثلاً زي الجولد والسيلفر، الذهب والفضة. تمام، ما بكل بساطة يا شباب، يعني انت بتقول لي ان احنا بدل ما نرمي المعادن نعمل لها اعادة تدوير، صح كده؟ انهي شخص مغفل هيرمي ذهب او هيرمي فضة؟ يبقى اكيد الجولد والسيلفر دول هما، مش هقول لك ان هما مش قابلين لاعادة التدوير، لا، هما بيتعمل لهم اعادة تدوير، بس هما مش بيصدر عنهم مخلفات، لان منطقي جدا ان محدش هيرمي ذهب او محدش هيرمي فضة. تمام، فانا بقول لك The other metals for example silver and gold are so valuable so they are rarely thrown away. اكيد محدش هيرميهم، محدش هيرمي ذهب او فضة مثلا عشان هو مش محتاجه. تمام، لذلك هم قابلين لاعادة التدوير، مفيش مشكلة، بس الفكرة ان محدش بيرميهم. تمام، محدش بيستغني عنهم، بعكس الكنزات دي حاجة عادي الناس بترميها، بس انت بتكلمني على ذهب وعلى فضة اكيد محدش هيرميه. تمام، بقول لك هنا dont carry it a waste disposal، اكيد الذهب والفضه مش هيسبب ازمه في المخلفات لان ما حدش بيرميه. تمام، وطالما جبنا سيره المعدن والحديد والخرده حاجات النحاس، يبقى احنا لازم يا شباب نفتكر الحاج عبد الغفور البرعي ده، يعني عم الخرده وعم اعاده تدوير المعادن. اوكي، نكمل. طيب، من اول هنا يا شباب بنبدا نتكلم بقى على خطوات اعاده تدوير المعادن. بص بقى معايا، الموضوع ده لازم يتفهم وان شوت، يعني انت لازم تفهمه مني من اول مره، عشان لو ما فهمتوش من اول مره كده في مشكله جامده جدا، هيبقى صعب عليك فهمه بعدين. بص يا صديقي، عندي 7 خطوات نحفظهم بالترتيب. اوكي كده، كل خطوه حاطط لك جنبها صوره معبره عنها عشان يبقى الموضوع مرئي ويكون ملموس بالنسبه لك، ما يكونش انت يعني انت بيوصل لك معلومه او انت بتفهم حاجه انت مش شايفها. اوكي، فكل بوينت جنبها الصوره المعبره عنها. ماشي، لازم يا شباب نحفظ 7 خطوات دول بالترتيب كده زي ما انا كنت قايل. احنا دايما بنشوف الناس اللي هم شغالين في مجال الريسايكلينج وظيفه اسمها وظيفه النباشين. تمام، النباشين ده الشخص اللي احنا بنشوفه بيبقى راكب توك توك وبيضرب غطس جوه البوكس بتاع الزباله، سوري يعني لو بقول زباله، في البوكس بتاع الزباله وبيطلع المعادن. ماشي كده، الراجل ده احنا عاوزين نعرف بقى بعد ما هو بيطلع المعدن ايه الخطوات بتاعت اعاده التدوير. يعني احنا بنشوف المشهد الاول فقط، ان في شخص بيضرب غطس جوه الباسكت بتاع الزباله وبيجمع المعدن لوحده والنحاس لوحده والالومنيا لوحدها والصفيح لوحده والحديد لوحده. طب الراجل ده بعد ما بياخد كل الكلام ده بيعمل بيه ايه؟ ايه الخطواته؟ هتقول لي بياخده بيبيعه. تمام، قصدي يعني خطوات اعاده تدوير. ماشي كده، اول خطوه وهي خطوه دي اللي احنا بنشوفها هي خطوه الكوليكشن. يعني ايه يا فندم كوليكشن؟ يعني كوليكتنج اول ماتيريالز ذات ار ميد اوف ميتلز. تمام كده، الراجل ده يا شباب اللي احنا بنشوفه في الشارع بعد ما بيجمع اي حاجه معدن، اوكي، بيروح المكان اللي هو بيشتغل فيه اسمه المستودع. يعني انا بقول لك مصطلحات انت اكيد مش شايفها. تمام، عندي ناس انا على علاقه بيهم يا فاتحين مصانع متخصصين في اعاده التدوير. تمام، فعشان كده تلاقيني بقول لك اللي انا كنت بشوفه معاهم. المهم، بياخد المعدن ده بيروح المستودع بتاعه. تمام، في المستودع بتتم بقى ال7 خطوات، يعني ال7 خطوات كلهم بيتموا في المستودع. ماشي كده، اول حاجه بيعملها ان هو بيجيب زي حوض كبير او احنا بنسميه كونتينر. تمام، بيحط فيه مثلا الكنزات كلها، بيرمي كل الكنزات اللي عنده في الحوض ده. حلو الكلام، دي كده اول خطوه. بعدين بقول لك كولكت ديفرنت ميتلز ديفرنت كوست، دي معلومه انا قايلها، كل معدن وله سعره. تمام، بتلاقي كده حوض كبير جدا فيه كنزات بس، وتلاقي حوض تاني فيه اللي هي الاسياخ الحديد بس، وتلاقي حط تالت فيه الالومنيا زي مثلا اللي هي الحلل والمعالق والشوك والسكاكين، شغل المطبخ يعني. تمام، هو ليه فصل؟ ليه يعني ليه حط كل معدن في حوض لوحده او في حاويه لوحدها؟ عشان كل معدن وليه سعره. تمام،
دي كده أول خطوة. بالله عليك صعبة؟ مش صعبة. تمام. تاني خطوة هي خطوة السبريتنج. يعني إيه يا فندم سبريتنج؟ يعني الراجل ده بيبص كده على الكنزاية، بيمسكها كده بيبص فيها، الكنزاية دي قابلة إن هي تعمل لها إعادة تدوير ولا لأ؟ بيبص على حتة الحديد، هل دي قابلة إن هي تعمل لها إعادة تدوير ولا لأ؟ بالبلدي بيفصل مين ينفع ومين ما ينفعش. فهنا بقول لك separating what can be recycled from what is non-recyclable. بيبص مين اللي ينفع ان هو يتعمل له إعادة تدوير ومين اللي ما ينفعش. بالبلدي كده بيبص على الحالة بتاعة كل معدن، هل هو قابل للتدوير ام غير قابل للتدوير. نكمل. بعدين بقول لك it's essential to check up the quality of metals. قلتها لك، بيمسك كده كل معدن ويبص هل ده يجي منه ولا ما يجيش منه. نكمل. قال لك high quality original. بص بقى معايا، لو انا ما عملتش خطوة الفحص تمام كده وخدت كل المعادن اللي عندي وعملت لها اعادة تدوير، هيبقى فيه منتجات كويسة وهيبقى فيه منتجات مش كويسة. بمعنى المعدن يا شباب على حسب حالته، لو حالته كويسة يبقى هو قابل لإعادة التدوير، يبقى بالتالي هيديني منتج كويس. لو حالته ضعيفة يبقى بالتالي غير قابل للتدوير. فلو أنا عملت له تدوير هيديني منتج سيء. يا عم أبسطها لك، أبسطها لك. لو أنت دلوقتي بتجيب مثلا حتة قماش، لو حتة القماش دي جودتها نظيفة فهتديك بدلة كويسة، ماشي كده؟ لو حتة القماش دي معفنة فهتديك بدلة زي الزفت. نفس الفكرة بالظبط. فعشان كده احنا دايما بنفحص الحاجة كويس قبل ما نشتريها، بالذات لو مادة خام. حلو الكلام؟ نفس الكونسبت بالظبط بيعملوه الجماعة بتوع اعادة التدوير. بيمسك المنتج كده يشوف هي المنتج ده لو انا عملت له تدوير هيبقى كويس ولا لا، حالته تسمح باعادة التدوير ولا لا. اوكي كده؟ تمام. مش الخطوة التالتة يا شباب هي خطوة البروسيسنج. خلاص احنا فصلنا تمام؟ وفصلنا المنتجات اللي يجي منها او المعادن اللي يجي منها والمعادن التعبان. تمام. بندخل المعادن دي كلها يا شباب على حاجة اسمها جهاز ضغط. يعني ايه جهاز ضغط؟ يعني انا مثلا باخد كل الكنزات اللي موجودة في الحوض. حلو الكلام. وفي جهاز اسمه مكبس. اسمه ايه؟ مكبس. المكبس ده بينزل على الكنزات بيبططها. يعني ايه بيبططها؟ يعني بيصغر حجمها. لو الكنزايه حجمها كده تمام، لا المكبس بينزل عليها بيخلي حجمها كده، بيصغر حجمها. دي خطوه اسمها خطوه البروسيسنج. وبرده كما هو موضح عندك في الصور، شايف الضغط بقى عامل ازاي؟ بقول لك هنا كومباكت اور سكيوز ذا ميتل، خطوه ضغط المعادن. طب يا شباب هو احنا ليه بنضغطها؟ عشان نقلل من السبيس اوف ستورج، نقلل من مساحه التخزين. ابسطها لك اكتر. مثلا يا شباب الكنزاية بيبقى حجمها كده، اوكي كده؟ لما انا بضغطها فبالتالي حجم الكنزاية بيصغر فبتاخد معايا مساحة تخزين اقل. هنا بقول لك يوزنج ماشين اللي هو اسمه ايه؟ اسمه المكبس. اوكي كده؟ not occupy so much space، عشان مش بتاخد معايا مساحة في التخزين. يا عم تمام، ضغطناها خلاص، ضغطنا المعدن، ضغطنا الكنز. قال لك الخطوة اللي بعدها يا شباب هي خطوة التقشيع. يعني ايه تقشيع؟ يعني أنا بدخل بقى الكنزات خلاص بعد ما ضغطتها بدخلها على جهاز بيقطعها، قطع 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 قطع. بس هو بيقطعها بيخليها في حجم أصائيس الورق. عارف أنت أصائيس الورق؟ أيوه بالظبط كده، بيخليها شبهها. طب هو ليه بيقطعها؟ بيقطعها عشان ما تاخدش معاه طاقة أثناء عملية التسخين، لأن هو لسه هيسخن المعدن ده. بمعنى هو شاب دلوقتي مثلا لو أنا عندي فرخة، أوكي، والفرخة دي أنا قطعت منها ورك أو قطعت منها صدر تمام، وبعدين شويته، هياخد معايا وقت أقل صح كده؟ تمام. طب ولو أنا خدت الفرخة كلها وشويتها تاخد معايا وقت أكتر، وهتاخد معايا كمان طبعا طاقة أكتر. فهنا بقول لك ان هو بيقطع المعادن عشان تستهلك منه less energy، طاقة اقل اثناء عملية التسخين. فهنا بقول لك the metal are broken down into tiny spaces، يعني قطع صغيرة جدا. انا عن نفسي بشبهها بأصائص الورق.
Small bases have large surface to volume ratio that can be melted less energy. بص السؤال اللي جايه دي بقول لك يا صديقي بيقطع المعادن. بص بتبقى شبه قصائص الورق، يعني مثلا حاجه حجمها كده، حاجات كلها حجمها صغير جدا عشان تاخد منه طاقه اقل. يعني الكنزايه بتبقى عامله كده، احنا بنضغطها. ركز بقى معايا في الرسمه دي حلوه. يعني يا شباب الكنزايه بتبقى عامله كده، تمام؟ فاحنا بنضغطها، لما بنضغطها بنخلي الكنزايه كده. ليه احنا ضغطناها؟ عشان تستهلك مساحه تخزين اقل، تمام؟ بعد ما بنضغطها بنقطعها، فبالتالي بص الكنزايه بتبقى عامله كده شبه قصائص الورق بالظبط، اوكي؟ طب احنا ليه بنعمل كده؟ عشان تستهلك مني طاقه اقل، less energy، اوكي؟ تمام جدا. ماشي، المعلومه اللي بعدها بقول لك steel is changed into steel blocks. Aluminium is converted into sheets. بكل بساطة يا شباب، يعني ايه converted into sheets؟ يعني الحاجة الكبيرة بخليها حاجات صغيرة، بخليها عبارة كده عن مقاطع صغيرة بالظبط زي ما انا عاملك. تمام. خطوة رقم 5، باخد القصائص دي بقى يا شباب وبقوم مدخلها الفرن. يبقى لو انا منك والله العظيم أول حاجة هعملها إن أنا هكمل على الرسمة. بدخل القصائص دي الفرن، ماشي كده؟ بدخل القصائص بتاعه الورق دي اللي هي قصائص المعدن بدخلها الفرن. قال لك كل معدن وله فرن معين على حسب درجه حراره المعدن ده. بمعنى انا مش لسه يا حبيب اخوك قايل لك ان كل معدن مختلف عن المعدن الاخر من حيث الخصائص الكيميائيه والفيزيائيه وكذلك السعر، صح؟ اللي هو سعر التكلفه، تمام. دلوقتي بقول لك ان كل معدن وليه فرن خاص بيه. الحديد له فرن، النحاس له فرن، الالومنيوم ليها فرن، تمام؟ كل معدن وليه فرن خاص بيه، لان اكيد كل معدن وليه درجه حراره معينه بينصهر عندها، ماشي كده؟ تمام. طيب هل المعادن لما بتدخل الفرن تاخد وقت ولا لا؟ قال لك والله يا فندم على حسب كميه المعدن، صح كده؟ ما لو انت مدخل لي طن غير لما تدخل لي 2 طن، تمام؟ حلو. قال لك والله برضو على حسب درجه حراره الفرن. لو انت مدخل لي مثلا المعدن ده على درجه حراره متوسطه غير لما تدخلها لي على درجه حراره عاليه. ابسطها لك، لو ماما دلوقتي بتعمل في البيت فرخه وعاوزه الفرخه تستوي بسرعه بتعمل ايه؟ بتعلي النار، صح ولا لا؟ يبقى معنى كده ان درجه الحراره، تمام، هي اللي هتقول لي الفرخه دي تخلص في وقت قليل ولا تخلص في وقت كتير. نفس الكونسبت بالظبط. فهنا بقول لك melting of the scrap metal in large France. احنا بنسوي بالبلدي كده بنسخن المعادن دي في افران كبيره جدا. قال لك each metal is taken to form especially designed for it. كل معدن وليه فرن معين خاص بيه. And specific properties، وده بسبب ان كل معدن عنده خصائص معينه بينصهر عند درجه حراره معينه. نكمل. The melting process uses considerable amount of energy. The energy required for melting recycled metal is less. طب بالعقل بقى يا شباب بمنتهى البساطة كده. قال لك لو أنا بصنع المنتج من أول وجديد، يعني لو شركة بيبسي بتصنع الكنزات من أول وجديد، هتاخد منها طاقة أكتر من إن هي تعمل إعادة تدوير. يبقى من ضمن مميزات إعادة التدوير يا شباب إن هو less energy، بيستهلك طاقة أقل. وخلي بالك ده مش بس في المعادن، ده في كل المعادن. ببساطة بقى ممكن نكتب الكلمتين دول. أي معدن، اكتب أي معدن بيستهلك طاقة أقل أثناء عملية تدويره. أي معدن بيستهلك طاقة أقل أثناء عملية تدويره أقل من الطاقة اللي هيستخدمها لو اتصنع من أول وجديد. تمام كده؟ تمام. فأنا بقول لك melting recycled metal is less compared to energy required to make a metal from its raw material. لو بصنع المنتج من اول وجديد يستهلك طاقه اكتر، طب ولو انا بعيد تدويره يستهلك طاقه اقل. نكمل. melting can take minutes or hours. حضرتك عمليه الانصهار او عمليه التسخين ممكن تقعد دقائق او تقعد ساعات، على حسب ايه يا كرم؟ على حسب حجم المعدن، على حسب درجه حراره الفرن، على حسب نوع المعدن. مثلا الحديد ممكن ياخد وقت اطول من النحاس، وقت اطول من الالومنيوم.
تمام نكمل. طيب المعلومه اللي بعدها يا شباب بقول لك بيوريفيكيشن اند ريفايننج. يعني ايه يا صديقي بيوريفيكيشن؟ بيوريفيكيشن معناها مرحله التنقيه. يعني ايه يا فندم مرحله التنقيه؟ يعني بالبلدي كده يا شباب مفيش معدن بيبقى معدن خالص بنسبه 100%. بمعنى يعني انا مثلا دلوقتي خدت الكنزايه، الكنزايه دي مصنوعه من النحاس، بس هي مش نحاس بيوش، مش نحاس بيوش، فيها نسبه الامونيا. تمام. طب انا دلوقتي انا عاوز استفاد من نسبه النحاس اللي موجوده في الكنزايه وتبقى الكنزايه نحاس بيوش، اعمل ايه؟ قال لك بعمل لها مرحله البيوريفيكيشن. تمام. بيوريفيكيشن ان انا عاوز اخد الماده الخام من المعدن اخليه منتج بيوش. فبقول لك purification of metals is the final product free of impurities that's high quality. بالبلدي انا عاوز انقي المعدن ده من الشوائب اللي فيه اخليه معدن بيوش. تمام. طب ده كمان بيتم ازاي؟ قال لك احنا ناس متصورين جدا، احنا عندنا جهاز اسمه الالكتروليزس. مش الجهاز ده يا شباب بيشتغل بالصدمات الكهربيه، وانا برضو حاطط لك صوره الجهاز عندنا عشان الموضوع يبقى واضح والصور دي مش موجوده في السلايد. ماشي. الجهاز ده يا شباب بنحط فيه المعادن، اوكي، وظيفته ان هو بينقي المعادن من الشوائب. يعني لو مثلا المنتج نحاس وليكن واصدير، اصدير ده يعتبر برضو ماده من ضمن المعادن، المنتج نحاس واصدير، نحطه في الجهاز ده، الجهاز بينقي المعدن من الشوائب بيخليه نحاس صافي. ماشي كده. تمام. انا بقول لك is one of the method of purifying some metals. بقول لك المنتج الجهاز ده بيشتغل powerful magnetic system، بيشتغل بالطاقه الكهربائيه المغناطيسيه. قال لك separate metal from other recyclable، هو وظيفته ان هو بينقي المعدن او بينقي المنتج ده من الشوائب اللي فيه. يعني ايه solidifying or cooling of metal؟ مرحله التبريد. يعني ايه يا صديقي مرحله التبريد؟ يعني يا شباب بكل بساطه كده بكل هدوء، المنتج طالع من الفرن، حلو كده، هل منطقي ان هو يطلع من الفرن واحنا نيجي ناحيته؟ مستحيل. على الاقل يا اخي يعني بعيد عن التعليم هيبقى سخن، صح ولا لا؟ انزل بالمثال ده، انت في البيت بتعمل كيكه، ماشي كده، اول ما الكيكه بتطلع في الفرن تلاقي ماما بتقول لك ايه؟ ما حدش يجي ناحيتها، سيبوها لحد ما تبرد، صح ولا لا؟ عشان لو انت فكرت تلمس الكيكه والكيكه لسه طالعه من الفرن هتفرول منك. هتفرول منك ليه يا فندم؟ عشان هي هتبقى لسه سخنه. نفس الكونسبت بالظبط بنعمله مع المعدن وهو طالع من الفرن، لازم نسيب له وقت يبرد عشان نقدر نشكله زي ما احنا عاوزين. نشكل بقى من المعدن ده الشوكه والسكينه والمعلقه والحله والكسرولة بتاعت اللبن. تمام. هنا بقول لك ذا مولتن ميتل، يعني الحديد المنصهر، كارد باي ذا كونفرجر بيلد تو كولينج شامبر وير ات كولد اند سولدفايد. لازم ناخد المعادن كده طالعه من الفرن نحطها في مكان تبريد، زي ما احنا بناخد الكيكه بنحطها في الثلاجه عشان تجمد. تمام. قال لك هنا، اوكي، بقول لك هنا This stage scrap metal is made into solid metal can be used again. حضرتك هنا الحديد المنصهر، المعدن المنصهر بيتحول الى معدن صلب. ما هو بالعقل، المعدن طالع من الفرن، يعني هو معدن منصهر، بنحطه في مكان تبريد عشان يبقى معدن صلب. الكيكه طالعه من الفرن فهي كيكه منصهره، بنحطها في الثلاجه عشان تبقى صلبه، صح ولا لا؟ المعلومه اللي بعدها قال لك other chemical added into the molten metal، بعض المكونات يا شباب، بعض المواد بنحطها على المعدن وهو طالع من مكان التبريد عشان يكتسب كثافه. بالبلدي كده الكيكه لما بتطلع مثلا من الثلاجه فاحنا ممكن نحط عليها صوصات، صح كده، عشان تديها كثافه. فنفس الكونسبت برضو. بقول لك ايه، انا اصلا ممكن اكتب هنا عند الحته دي مثال الكيكه. اه والله مثال الكيكه، شوف برضه الموضوع يبقى ملموس بالنسبه لنا. فانا يا شباب بحط بعض المكونات على المعدن عشان يكتسب كثافه. نكمل. مش بقول لك هنا بعدين بنبدا نعمل different shape and size of metal. يعني خلاص المعدن كده بقى صلب، نقدر بقى احنا ناخده ونشكله زي ما احنا عاوزين.
نعمل منه الشوكه والسكينه والمعلقه، اوكي، ونعمل منه الكنزات برضه، ماشي كده؟ بس انا ما اقدرش اجي ناحيه المعدن وهو لسه طالع من الفرن، بستناه لحد ما يبرد وبعدين ابدا اشكله زي ما انا عاوز. تمام. معلومه اللي بعدها، ترانسبورتيشن اوف ميتال بار. حضرتك خلاص انا هنا ببدا اخد بقى المنتج وابعته على المصانع، ماشي؟ فبقول لك bars have been designed and made. The final product in zinc bucket depending on their size and shape ready for transportation to different factories. وده يا معلم اخر خطوه عندنا من ضمن خطوات اعاده تدوير المعادن، ان احنا خلاص عملنا كل حاجه، بنبعت احنا بقى لشركه بيبسي الكنزات وهي فاضيه، تمام كده؟ وشركه بيبسي تحط عليها اللوجو بتاعها. في لحد كده حاجه صعبه؟ تمام جدا. وشركه بيبسي مسؤوليتها ان هي بتوصل المنتج ده للعميل، ولما يوصل للعميل فالعميل بيستخدم الكنز وبيرميها وتبدا عمليه اعاده التدوير مره اخرى بنفس السايكل، بعيد بقى نفس الدايره تاني. اوكي كده يا شباب؟ في حاجه صعبه؟ تمام، تعالى نكمل. بس انا بقول لك people who require the metal and thereafter the cycle begin again، العمليه بتبدا تعاد مره اخرى. طب بنتكلم بقى يا شباب على الجزء الثاني عندنا من اعاده التدوير. قلت لك انا بتكلم على ايه؟ اعاده تدوير المعادن، اعاده تدوير الورق، اعاده تدوير الازاز. دلوقتي بتكلم على اعاده تدوير الورق. بص بقى، طول عمرنا عارفين ان الورق بيجي من الشجر، ورق الكتابه ورق الطباعه بيجي من الشجر. طب ضيف لي لمعلوماتك ان هو مش اي شجر، لا ده شجر اسمه شجر السليروز. فبقول لك هنا سليروز اوف بلانتس ار ذا مين سورس اوف بيبر ميكينج. يبقى ضيف لي لمعلوماتك ان احنا عندنا هنا ورق الكتابه ورق الطباعه بيجي من شجر اسمه شجر السليروز. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب يبقى احنا عشان ننتج ورق فلازم نعمل عمليه الجي فورست، صح ولا لا؟ ما انت دلوقتي يا كرم بتقول لي عمليه صناعه الورق هي بتيجي من ورق الشجر، صح كده؟ او يعني داخل فيها الياف اشجار السليروز. يبقى احنا عشان ننتج ورق فلازم نقطع اشجار، وطالما نقطع اشجار يعني نسبه ثاني اكسيد الكربون في الجو اللي هيحصل لها هتزيد، فبالتالي نسبه ثاني اكسيد الكربون لما تزيد هيحصل ظاهره الاحتباس الحراري لانه يعتبر من الغازات الدفيئه. الله، طب ما انا كده بعمل مشكله بيئيه، اعمل ايه؟ اعمل ريسايكلنج لاعاده تدوير الورق. اوكي؟ تمام. مش بقول لك هنا بيبر ميكينج اتس يوز اوف هارش كيميكالز ات نيد فور لارج اماونت اوف ووتر. دي يا شباب حاجه. الحاجه الثانيه قال لك صناعه الورق بتستهلك كميات ميه كبيره جدا، واحنا عندنا نقص في الميه. تمام. قال لك صناعه الورق بتيجي نتيجه عمليه الجي فورست المسببه ليه، او يعني العمليه اللي بيتم فيها عمليه الكلير كاتنج اوف تريز، عمليه قطع الاشجار. فهنا احنا داخلين في سكه مشكله بيئيه ممكن تحصل. طب نعمل ايه؟ قال لك يا معلم خلاص نعمل اعاده تدوير للورق، ريسايكلنج اوف بيبر، ماشي؟ يبقى احنا نخش على خطوه اعاده تدوير الورق. بص بقى صديقي الجمال والفكره الحلوه اللي انا هقول لك عليها. انا يا شباب لقيت ان خطوات اعاده تدوير الورق احنا مش شايفينها، بس خطوات اعاده تدوير المعادن احنا بنشوفها. بنشوفها مثلا في بتاع الزباله اللي بيعدي مثلا كده من تحت البيت بياخد الكنزات، تمام؟ واحنا كلنا عارفين ان الكنزات دي بيتعاد تدويرها بعد كده، فالموضوع بالنسبه لنا ملموس. بس احنا مش بنشوف بتوع الورق دول بيعملوا ايه، او مراحل اعاده تدوير الورق بتعمل ايه. عارفين ان الورق ده بيتصنع من الشجر، بس ما نعرفش ان اسمه شجر السليروز، تمام؟ يعني على وجه التحديد. طب معنى كده ان احنا عشان ننتج ورق فهنقطع اشجار، يعني هنعمل جي فورست، واحنا كنا اخدين اضرار الجي فورست قبل كده. الله، فكده الموضوع كبير. فانا عملت لك حاجه حلوه قوي، عملت لك فيديو على اليوتيوب، تمام؟ الفيديو ده فيه شرح لخطوات اعاده تدوير الورق. طبعا انا هشرحها دلوقتي، بس انا بفهمك انا ليه حاطط علامه اليوتيوب هنا، تمام؟ يعني الست خطوات بتوع اعاده تدوير الورق مشروحين لحضرتك صوت وصوره في فيديو على اليوتيوب، مربوطين بالست خطوات دول. ست خطوات دول هم ست خطوات بتوع الفيديو. فانت كده انت مش بس بتفهم، انت شايف الدنيا ماشيه ازاي. اه والله، انت شايف ايه اللي بيحصل، تمام؟
شايف ازاي احنا بنعمل دمج ما بين الواقع اللي هو بيتم في الناحية الواقعية وما بين الجانب الاكاديمي. فدي حاجة كويسة جدا وانا مستني رأيكم فيها، عشان لو نجحت ممكن نبقى نعملها فيما بعد بشكل متوسع اكتر او بشكل احترافي اكتر، بس دي مجرد تجربة يعني انا بعملها معاك. تمام؟ طيب بص معايا، قال لك اول خطوة احنا بنبدأ نجمع الورق. حلو الكلام، زي بالظبط كده ما احنا بنجمع المعادن. جمعنا الورق، ناخد الورق ده كله بنحطه في كونتينر وبعدين بنبعته للمصنع، للمصنع اللي هو المسؤول عن اعادة تدوير الورق. تمام؟ قال لك paper is taken from the bin in a large cycling container. حط الورق ده في حاوية. كل خطوة من الست خطوات دول مشروحين بالتفصيل في الفيديو اللي على اليوتيوب. The paper is taken to recycling plant. خدنا الورق ده وديناه المصنع. تمام؟ بنبدأ نفرز الورق على حسب نوعه، بمعنى يعني مثلا في عندنا ورق تويلت، تمام، في عندنا ورق كتابة، في عندنا مثلا ورق اللي هو الفخ الكرتون، تمام، في عندنا مثلا ورق مناجيل، عندنا اكتر من نوع. فاحنا بنبدأ نفصل كل نوع لوحده زي ما عملنا برضو في المعادن، نحاس لوحده، حديد لوحده، ألمونيا لوحده. تمام؟ الخطوة اللي بعدها قال لك separated of papers is then washed with soapy water to remove ink. بنبدأ نغسل الورق ده بالمية والصابون غسلة كويسة، بنغسل الورق. ايوة فندم، ما هو الورق ده هيبقى عليه حبر، صح؟ الورق ممكن يكون عليه دبابيس دباسة، فاحنا بنغسل الورق بالمية والصابون عشان نشيل اثار الحبر، عشان نشيل اثار الكتابة. تمام؟ نكمل. بعدين بعد لما احنا بنغسل الورق كويس قوي، بنحط على الورق ده بعض المواد الكيميائية، different chemical. ما هو بالعقل، ما هو الورق لما بيتغسل هيبوش، ماشي كده، هيبقى بايش. فاحنا بنحط بعض المواد الكيميائية عشان الورق يبقى ماسك نفسه، عشان يكتسب كثافة. تمام؟ تمام. معلومة اللي بعدها بقول لك using large roll. بعدين يا صديقي بنبدأ احنا بنسيب الخليط ده على الورق لمدة عشان يبدأ تفاعله مع بعض. تمام؟ بعدين بعد ما الورق ينشف بنبدأ نقطع الورق ده بالمقص. يعني ايه نقطعه بالمقص؟ يعني نقطعه على حسب المقاسات اللي احنا عاوزينها. عاوز مثلا ورق A3، عاوز ورق A4، فاحنا بنقطع الورق ده بالمقص عشان ياخد مقاس معين. تمام؟ عاوز مثلا ورق تواليت صغير، عاوز ورق تواليت كبير. تمام؟ تعالى نكمل. دخلنا بقى في المرحلة التالتة عندنا يا صديقي، وفي البوينت التالتة اللي هي مرحلة اعادة تدوير الازاز. بص بقى معايا، الازازة شباب يعتبر اعادة تدويره مثالي. ليه يا معلم مثالي؟ عشان الازاز مش بيتحلل، صح كده؟ بس مخلفات بقايا الطعام بتتحلل وبيصدر عنها سائل، السائل ده لو اتسرب لمجرى مائي هيحصل مصيبة سودة. فلذلك احنا بنقول ان الزجاج يعتبر تدويره مثالي لانه مش بيتحلل، يعني مفيش بكتيريا بتصدر عن الازاز. تمام؟ هنا بقول لك glass is ideal for recycling. None of the material is degraded by normal use. مش بيتحلل عنه مواد. نكمل. بقول لك هنا اول حاجه شاب بنعملها ان احنا بنفصل الازاز على حسب لونه. على حسب لونه؟ ايوه يا فندم، عشان لون الازاز مش بيتغير، ما انا لسه قايل لك ان هو مش بيتحلل. تمام؟ يعني مثلا عندنا ازاز لونه ابيض، يبقى احنا نعمل ركن كده للازاز الابيض، وازاز لونه عسلي، ركن الازاز العسلي، وازاز لونه اخضر. فصلنا الازاز كل لون لوحده، حلو جدا. نبدا نغسل الازاز ده غسله كويسه عشان برضو لو في مثلا اثار حبر، لو في اثار اتربه، فكل ده يروح. تمام؟ قال لك separated by chemical composition, separated into different color. Different color of glass separately since retain. الازاز بيفضل بنفس لونه، مش بيتغير، ما انا قلت لك ان هو مش بيتحلل. تمام؟ تمام. قال لك هنا glass recycling less energy. صباح الفل، انا لسه قايل المعلومه دي. قلت لك اي حاجه لما احنا بنعمل لها اعاده تدوير بتاخد طاقه اقل عن لو انا صنعتها من الاول as a raw material. بيعيد لي نفس المعلومه تاني، بيقول لي less energy than manufacturing glass from sand. وزي ما احنا عارفين يا شباب الازاز بيتصنع من الرمله. تمام؟ ففكره ان انا اعمل له اعاده تدوير انا كده بستهلك طاقه اقل. نكمل؟ ماشي. اوكي. بقول لك انا يا شباب
كل طن من الازاز بيتعاد تدويره بيعمل لي سيف انرجي، بيوفر لي طاقه 315 كيلو جرام من ثاني اكسيد الكربون. بمعنى مش احنا اصدقائي قلنا في الاول ان عمليه اعاده التدوير بتقلل من نسبه ثاني اكسيد الكربون في الجو، صح كده؟ احنا قلنا بالفعل المعلومه دي، تمام. انا دلوقتي بقول لك ان عمليه اعاده التدوير نسبه اللي هي بتوفره من ثاني اكسيد الكربون 315 كيلو جرام، يعني كل طن من الازاز نعمل له اعاده تدوير فاحنا كده بنوفر ثاني اكسيد الكربون بنسبه 315 كيلو جرام. بشكل اخر لو احنا انتجنا الازاز من الاول ازرو ماتيريال، احنا هنزود نسبه ثاني اكسيد الكربون في الجو بنسبه 315 كيلو جرام. ماشي، تعال نكمل. مش بقول لك هنا هاو جلاس از ريسايكلد، ست خطوات، هما تقريبا نفس الست خطوات اللي فاتوا، اللي هو بعمل ايه؟ باخد الازاز كله بجمعه بعدين ببعته المصنع، تمام؟ المصنع بيفصل الازاز الاحمر لوحده والابيض لوحده والعسلي لوحده. المصنع بيغسل الازاز عشان يشيل الرواسب، عشان يشيل مثلا لو في حبر، لو في حاجه بيشيلها، تمام؟ بعدين بياخد الازاز ده بيدخله الفرن، دخله الفرن، الازاز اصبح ماده خام، بنسيبه لحد ما يبرد وبعدين بنبدا نعمل له اعاده تشكيل. ده نفس الخطوات بالظبط اللي احنا لسه قايلينها سواء في الميتلز او سواء كمان في البيبر. بقول لك هنا كونسيومر ثرو جلاس انتو ريسايكل، شخص بياخد الازازه وبيرميها في الباسكت، ماشي. بيجي شخص بياخد الازايز دي كلها، حتى بص الصوره، عربيه ورايحه للمصنع، ماشي، واحنا بنودي الكلام ده كله للمصنع. المصنع بياخد الازاز ده بيغسله عشان يشيل منه اي رواسب، تمام. بعدين الازاز ده بعد ما بيتغسل بيتعمل له كراشد اند ميلتد ذن مولتد انتو نيو برودكت. يعني ايه يا فندم الكلام ده؟ يعني يا فندم بعد ما الازاز ده بيتغسل كويس جدا جدا بناخد الازاز ده بنسيحه عشان نقدر بقى نعيد تصنيعه او نعيد تشكيله من الاول، تمام. مش معلومه اللي بعدها؟ بقول لك هنا بعدين بناخد الازاز ده بعد عمليه الانصهار وبعد عمليه اعاده التصنيع بنعمل له سيلاجين، يعني بنبيعه بقى مره ثانيه. مش المعلومه الاخيره؟ الازاز does not degrade through the recycling process، زي ما قلنا الازاز مش بيتحلل لذلك يمكن تصنيعه مره اخرى. ده الموضوع بكل بساطه. دي يا شباب خطوات عمليه اعاده تدوير الزجاج. طب عندنا ايه تاني؟ احنا دلوقتي كنا قلنا ان ممكن ان انا بدل ما اعمل استخدام خاطئ للمنتج انا ممكن اعيد تدويره، وقلنا خطوات اعاده التدوير. طب انا ممكن ادخل الازاز في صناعات ايه؟ ايه الصناعات اللي داخل فيها ازاز؟ بكل بساطه كده يا شباب في صناعات احنا اصلا عارفينها وش، يعني زي صناعه السيراميك، السيراميك داخل في ازاز، اوكي؟ دي حاجه. زي صناعه مثلا النجيله الصناعيه، تلاقي كده النجيله الصناعيه تلاقيها بتلمع عشان داخل فيها ازاز، تمام؟ زي مثلا الادوات بتاعه الصنفره اللي بيستخدمها الراجل اللي هو بتاع البويه، الواحد مثلا بيدهن لي بويه فتلاقيه عمال يصنفر، اهي الادوات دي برضه داخل فيها ازاز، تمام. بقول لك مثلا زي اللي هو فايبر جلاس، الحاجات العازله للصوت داخل فيها ازاز. عمليه الفلتره، الفلتر اللي عندي انا في البيت ازاز، يبقى كده ولتر فلتريشن، تمام. بقول لك كمان زي الاستروتورف، زي النجيله الصناعيه، زي الابراسايفز، الادوات بتاعت الصنفره، زي مثلا الجولف، الارضيات بتاعت الجولف، ما هي برضو ارضيات الجولف والنجيله الصناعيه لو احنا نركز شويه هنلاقي ان هي بتلمع. ايوه يا فندم، ما هي بتلمع عشان هي داخل فيها ازاز. لو بصيت على السيراميك بتاع الحوض من بعيد كده برضو هلاقي السيراميك بيلمع عشان داخل فيه ازاز، اوكي؟ ده يا صديقي المحتوى بتاع المحاضرة السابعة بالكامل. أتمنى يعني إن كده الدنيا بالنسبة لنا تكون ملموسة والموضوع بالنسبة لنا يكون سهل. حاولنا نبسط ونلخص بقدر الإمكان، والمعلومات هتبقى سهلة بالنسبة لك لو أنت ربطتها كده زي ما أنا بقول لك، مثال الكيكة، مثلا الإزاز إن هو منتج مش بيتحلل، الإزاز في منه ألوان فإحنا لازم بنفصل كل لون لوحده. لو انت فهمت الموضوع زي ما انا عاوز اوصله لك عموما على مدار المادة، صدقني هتلاقي الموضوع بالنسبة لك هيبقى سهل قوي.
شكرا لحسن المتابعة أصدقائي، وأتمنى إن الدنيا بالنسبة لنا تكون ماشية كويس، وأشوفكم إن شاء الله فيديو جاي على خير. باي باي. بتلف الدنيا لفة ودي لعبة حظ رفة، يوم طبل ورقص زفة يوم الهم حصرنا، اخترتك من البداية وانا جنبك للنهاية، واقفة علينا الحكاية مش واقفة على حد غيرنا. كان في واحدة وواحد اتقابلوا في حلم واحد، مهما الدنيا تعاند ماسكين ايد بعض جامد. كان في واحد وواحدة بقوا شركة في رحلة واحدة، الوقت الصعب عدى عاشوا في رحمة ومودة. تعبنا الدنيا جايز دي مسابقة وفي جوايز، واللي بيصبر ينور باله طويل اللي فايز. مش مضمون الزمان حضنك هو الضمان، ومفيش في الدنيا أغلى يا حبيبي من الأمان. كان في واحدة وواحد اتقابلوا في حلم واحد، مهما الدنيا تعاند ماسكين ايد بعض جامد. كان في واحد وواحدة بقوا شركة في رحلة واحدة، الوقت الصعب عدى عاشوا في رحمة ومودة. حبك مالي وجاهي، بفرح طول ما انت جنبي وده من باب التباهي. انت شريكي المطاوع نور الفجر اللي طالع، املي ومستقبلي والماضي والمضارع. كان في واحدة وواحد اتقابلوا في حلم واحد، مهما الدنيا تعاند ماسكين ايد بعض جامد. كان في واحد بقوا شركة في رحلة واحدة، الوقت الصعب عدى.